سابق في رحلات لا تنقطع إلى الخارج. طبعا كل الرحلات إلى الخارج يعني تبقى تحت عناوين وشعارات انه دعم العلاقات ومناقشة العلاقات الثنائية وتوطيد العلاقات المشتركة ومناقشة القضايا المطروحة على الساحة الدولية والسياسية والعربية، فضلا على زيادة وتشجيع الاستثمار والمشروعات الاقتصادية المشتركة بين بلدي. الكلام ده بقى تسمعه ايام مبارك بدل المرة مليون، وبتسمعه من يوم ما مرسي خطى بقدمه الى الطائرة. لكن النهاردة رئيس مرسي سافر الى تركيا. خد بالك الدلالة هنا غريبة، انا مندهش الحقيقة من فكرة ان الرئيس مرسي راح يحضر مؤتمر حزب العدالة والتنمية التركي. انا افهم ان الرئيس يروح في زيارة دولة، تركيا دولة شقيقة صديقة حاجات كده يعني عريقة عتيقة، كل ده وارد. وافهم حتى انه في اخوان مسلمين، رغم انه حرام الحقيقة ان احنا نقارن بين الاثنين في تركيا ومصر، لانه حقيقة الامر انه مجموعة اردوغان حاجة متقدمة خالص على الاخوان المسلمين في مصر او في الدول العربية عموما. لكن هنقول ان بينهم حتى اطار فكر مشترك، اي منطلق فكري واحد يجوز جايز. لكن ان انا اروح انا رئيس مصر عشان احضر احتفال حزب الحرية والعدالة، حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، ما كان عندي العيد القومي لتركيا، ما عندي مش عارف اي مناسبة قومية خاصة بتركيا او زيارة دولة عادية، لكن انا اروح وكأني بقول للتراكوة للشعب التركي انا صديق حزب العدالة والتنمية مش صديق الشعب التركي. انا جاي انا بصفتي مش رئيس مصر، انا بصفتي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة الاخواني، جاي ازور الاخوان بتوع تركيا. يعني اللي ما اعرفش الحقيقة كيف فكر فيها الرئيس مرسي او المحيطين به، وان كنت الحقيقة بدأت اشك شكا عميقا في ان الرئيس مرسي بيفكر بشكل سياسي فيما يفعل، او ان المحيطين به قادرين على يدلوا نصيحة حقيقية مستندة كده الى رؤية مش الى خط عشواء. يلا اتجلى دعوة لحضور حزب الحرية وحزب العدالة والتنمية في تركيا فنروح. ما يعني هذا اجراء يستحق التأمل ويستحق التفسير ايضا. انت رايح ليه لزيارة حزب؟ رايح ليه لزيارة مؤتمر عام لحزب؟ يعني ما رايح ليه تخطب في مؤتمر حزب؟ ليه ما تروحش تخطب في البرلمان التركي؟ ليه ما تروحش تستقبل من الشعب التركي معارضي اردوغان قبل حكومته؟ انما انك تروح وكأنه العلاقة بين حزبين مش بين دولتين، العلاقة بين جناحين لفكرة واحدة ولطيار واحد، واحدة منها في تركيا والتانية في مصر، مش علاقات دولية بين دولتين لهم تاريخ ولهم عراقة ولهم مستقبل. لكن يبدو انه التفكير كإخوان مسلمين وكرئيس الإخوان المسلمين أكثر من تفكير كرئيس للمصريين. مش عايز أجور على حق ضيف العزيز الأستاذ شيرين القاضي في تحليل هذه الزيارة، لكن خليني أسمع كلمة رئيس مرسي أو بعضا منها على الأقل، خصوصا النهاردة استخدم يعني تعبير آخر غير أهلي وعشيرتي، قال الأحباب. النهاردة طول الوقت هو بيخاطب الإخوة في حزب العدالة والتنمية التركي، تكلم عن الأحباب الأحباب الأحباب، فضلا على أنه الخطاب طويل طويل طويل. وبرضه حد ينصح الرئيس محمد مرسي أنه يعني الخطبة بتاعته تبقى مداها قصير شوية عشان تبقى مكثفة وواضحة وذات دلالة بدل الكلام الكتير قوي ده، لأن المسألة حتى مع الترجمة بتبقى مسألة صعبة في الخطابات الطويلة. هينضج الفهم الرئاسي للامور، لكن بعد شويه خلينا نشوف كلمه الرئيس مرسي. بعد الانتخابات الرئاسيه في مصر، بعد ان اعلنت النتيجه وبعد ان اقسمت قسم رئيس الجمهوريه وتوليت السلطه، بعدها بأيام قلائل كان أول من زارني في مكتبي للتهنئة للشعب المصري بنجاح الانتخابات كان هو
وزير خارجية تركيا، وفي ذات السياق فإن أخي رئيس الوزراء السيد أردوغان وكذلك الرئيس جول كان أول من اتصل بي تليفونيا بعد إعلان النتيجة للتهنئة. هذه علامات تدل دلالة قاطعة على مدى عمق العلاقة بين الشعبين المصري والتركي. بالنسبة للعلاقات الخارجية لمصر مع شعوب ودول العالم، وفي مقدمة هؤلاء الشعب التركي قيادة وشعبا، فإننا نحرص على وجود علاقات متميزة. بالنسبة للقضايا التي تظهر الآن على الساحة قضيتين أساسيتين هما قضية فلسطين والشعب الفلسطيني وقضية سوريا وشعب سوريا. بالنسبة للقضية الفلسطينية فإن موقفنا في ذلك واضح كل الوضوح، فنحن حاملين لهذه القضية مع الشعب الفلسطيني. وبالنسبة للقضية الثانية قضية شعب سوريا الذي يقوم النظام بقتل أبنائه وشعبه، هذا المنظر وهذه المأساة، مأساة هذا العالم وهذا القرن، تدمي قلوبنا، لا نستطيع أن ننام ونحن نرى إخواننا هكذا في سوريا. أولا عايز أصحح للرئيس مرسي معلومة خاطئة قالها في الخطاب. صحيح هو عايز يكسب ود الإخوة التراكوة، لكن قال معلومة خاطئة، عليه أن يعود عنها فورا أو أن مكتبه يطلع يصححها علشان ما يزعلش الآخرون. ليه؟ لأن أول من زار وهنأ الرئيس مرسي كان نائب رئيس الوزراء الكويتي حقيقة الأمر، مش التركي، ولا تاني واحد حتى كان التركي، تاني واحد كان وزير خارجية العراقي، هم اللي زاروه في مقر الرئاسة وهنأوه قبل ما يجي يوم 2/7 رئيس أو الوزير خارجية التركي، عشان بس مش عشان خاطر إن إحنا التراكوة يعني يسمعوا مننا كلمتين طيبين، نغفل حق الكويتة والعراقيين في أنهم أول من هنأ الرئيس وزاراه في قصره لتهنئته بتنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية. وملاحظة تانية شكلية جدا، رئيس طول ما هيقعد يرتجل كده في الخطب هيحصل لنا مشكلتين. المشكلة الأولانية إنه هيقول حاجات مش مذاكرها أو مدرسها أو متفق عليها، والارتجال يورط. والحاجة تانية الارتجال يطول، الارتجال يورط خصوصا أنا ارتجل، إنما الرئيس ما يرتجلش إلا في حدود ضيقة للغاية، وياريت ما يرتجلش. أقول الرئيس عموما مش الرئيس المصري فقط يعني. ليه؟ لأنه قد تصدر منه عفو الخاطر كلمة كده ولا كده، الدول ما مش معتمد على الارتجال. صحيح احنا في مصر هنا بلد عشوائي واي حد يعمل اللي هو عايزه، لكن على الاقل يعني يبقى الرئيس مش عشوائي قوي كده. الحاجة التانية ان لما برتجل بطول، وبطول بفقد الايقاع، ولما بفقد الايقاع يجوز انا افقد الايقاع لكن الرئيس ما افقدش، خصوصا هو بيكلم ضيوف او بيكلم يعني ناس مش مصريين وفي بلد هو ضيف له. ارجو بس الملاحظات دي تبقى يعني في صدر يسعى لها ويرحب بها، كانت دقيقة أو صحيحة من وجهة نظري أو عكس ذلك، لكن اللي أنا قلته في حكاية أنه مش وزير خارجية تركيا أول واحد زار ده دقيق وصحيح، ما لا لبس فيه. وأرجو أنه السيد دكتور ياسر علي يطلع بكرة يعتذر للكويتة أو للعراقيين ويقول لهم أنتوا أول ناس زرتوا الرئيس مرسي وهنتوه. أرجع للأستاذ شيرين القاضي خبيرنا الكبير وأقول لك، هل بالفعل متصور أنه زيارة خاصة أو زيارة لحزب تركيا الحاكم
أمر يجعل من الزيارة تعبيرا عن العلاقة بين حزبين أكتر من بين دولتين؟ لا، أنا هعتبرها دي مش زيارة رسمية، زيارة خاصة يعني. هو الحقيقة يعني احنا أنا مرحب بالسفر اللي بيتم، صحيح انه عشوائي. هو بدأ مني انه مش ان انا مش مرحب؟ لا لا عشان قارنته برئيس السابق. لا لا يعني اقصد انه اتحرك دي حاجة كويسة، لكن هو طبعا اكيد السفر عشوائي. السفر عشوائي يعني احنا ما اعتقدش انه لحق فهم كويس جدا ايه وضع مصر، وايه اللي المفروض مصر يكون وضع تاريخ بيه، وايه اللي احنا محتاجينه من الدول اللي هتحرك عليه. انا يعني بتحرك عشان ارتجل في كلام او اتحرك، ان يعني احنا لما رحنا الصين رحلة الصين كنت سعيد جدا، بس الرجوع بقى كان وحش قوي، لان رحنا الصين بدل ما نشجع استثمارات خد معاه مجموعه رجال اعمال ومنظرها وحش. انا الحقيقه ضد ان رئيس جمهوريه مصر العربيه بعد الثوره يسافر برجال اعمال. خلاص هو يروح يقعد بمسؤولين دوله يتفاوضوا ويتكلموا في افاق كبيره وعريضه وخطوط عريضه لوضع مصر وعلاقتها مثلا مع الصين، وبعدين بعد كده بقى ممكن يبقى رئيس الوزراء ياخد رجال اعمال او رجال اعمال ياخدوا بعض اي حاجه. انما التوليفه دي حاجه قديمه مش راكبه، مش بتاعتنا وما ينفعش يعني. دي كانت رئيس مبارك السابق كان بيعمل الحاجات دي، وكان بيدور على رجال اعمال يطلعوا معاه في الثمانينات وبعدين في التسعينات شويه، وبعدين خلاص يعني كان يعني في الثمانينات بداوا تنافسوا على السفر معاه، لا ممنوع هو يطلع بقى رجال اعمال يطلع. فالحقيقه يعني مثلا انت في اخر يعني انت مش ضد السفر ولكن تراه عشوائي انت بس كمان سؤال، مش كان الميت يوم تستاهل ركزه شويه في مصر اكتر عشان نعرف اللي قدامنا؟ احنا ما عرفناش نحل مشكله المرور ولا النظافه ولا الوقود ولا الامن، فمسافر اعمل ايه يعني؟ كتير ليه كده؟ تمام. هو ما هي دي بقى الحقيقه كمان الحاجات، انا كنت معتقد ان هو تارك رئيس وزراء ووزراء عندهم خطه بقى هيعملوها، لان لا ده هم، وانا زمان لما طلعت معاك على التحرير انتقدت حكومه عصام شرف، وما زلت بنتقد عشان ما لهاش علاقه باخوان مسلمين ولا غيره، لان احنا من بعد الثوره ما شفناش وزارات نحلم بها. ما شفناش لحد دلوقتي، سواء من عصام شرف او الدكتور كمال الجنزوري او الدكتور هشام قنديل، ما فيش جديد. ما شفتش وزارات تحلم بها، انما انت جالك عكس الحلم. لا يعني وزارات كابوسيه، لا وحاجات بقى لسه بنعيد تاني. حاجات قديمه وفرحانين بيها يعني. هنتكلم في ده تفصيلا في حين. انما الحقيقه كنت عايز تتكلم على جد السفر، خريطه السفر. خريطه السفر، هو الحقيقه انت دايما سياستك الخارجيه والسفر بيبدا من ان انا اكون تعرفت وفهمت كويس قوي السياسه الداخليه، وكمان جنبها الحقيقه الامن القومي. الامن القومي برضو مش معناها شويه حدود وشويه عساكر او تلاقي الجيش حاطط لك ناس على جبل في طريق جبل الاحمر البحر الاحمر، ده مش هو ده خالص يعني خالص. الامن القومي فيه امن قومي وامن ثقافي وامن غذائي، واحنا نقدر نبقى ايه ونقدر كدوله نبقى ايه، وبعدين افصل سياسه خارجيه ايه مصالحي مع الدول دي وايه اللي ممكن اراه، غير الامور الشؤون العامه بقى في السياسه، ويبقى ليا موقف اشجب اندب، يبقى ليا كلام اجلب او ادب مثلا. الحقيقه تركيا دي انا بستعجب، لان انا وانا بدرس في انجلترا في اواخر السبعينات انا عاشرت تركوا كتير وكنا لسه النظره انتوا عرب فلاحين الشباب يعني والحد، وفضلوا الحقيقه بالدين العالم العربي كله ظهرهم، لانه واللي بننساه دلوقتي مع كل احترامي هو الراجل اللي احنا نحترم اردوغان لما فعله لبلده، بس احنا مش عايزين ننسى ان الراجل ده فضل مدي ظهره الى الشرق الاوسط 10 12 سنه باس الايادي وحفي وباس الاقدام انه يدخل الاتحاد الاوروبي، والتطور اللي عمله في بلده يعني مفيش الرغبه في نرحب بيه ونقول له برافو عليك وما حققه، وحتى الطرق بقت شبيهه الى بطرق اوروبا عشان هو عايز لما لقى انه يعني مفيش فايده مش هيدخل الاتحاد الاوروبي فطب اشوف مصلحتي انا بقى. مصلحته اكيد هو لما جه يتحرك قال طب انا صحيح انا يعني برضو تركي ومسلم وكانت يوم ما الخلافه في بقى في يديهم، انزل بقى اتشطر على دول الربيع العربي واعمل فيها يعني لان هيستفيد اكتر قبل اوروبا. اكيد بقى النهارده ما احنا شايفين النهارده انه يجوز الرئيس وحكومه والحزب الحريه والعداله يميل الى التعامل مع تركيا عن انه يجوز يميل التعامل مع المانيا وفرنسا لدواعي ان هو مسلم. لا يعني مش دي كفايه، احنا لازم نعرف هو هيستفيد واحنا هنستفيد ولا هو بس هيستفيد. فعموما يعني الكلام عن تركيا وتقدمها الاقتصادي وكانه نتيجه تنفيذ وتطبيق سياسات اسلاميه من الحزب الاسلامي في تركيا، حقيقه الامر انه نتيجه تطبيق سياسات الاتحاد الاوروبي. هو الاتحاد الاوروبي عنده ملفات كده اديها له قال له اعملها يا اردوغان عشان تنضم عندنا، قام واخد اردوغان وعملها قال له ضحكنا عليك مش متضمين. لا انا احب اضيف يعني كمان الحقيقه
حاجة جديدة، حاجات تانية. يعني النهاردة في 70 صحفي من قمم الصحفيين الكتاب الصحفيين في تركيا مسجونين عشان بيعرضوا أردوغان. في 1200 جران اتقفلوا. تمام يا فندم. احب اقول له برضو انه في اوائل الثمانينات كانت نسبة المسيحيين في تركيا 12%، النهاردة لا تصل 1%. 1%؟ لا تصل 1%. ياه. ده أردوغان. من يوم ما استلم الحكم. طفش المسيحيين من تركيا. طبعا المسيحيين الأتراك كانت أسهل لهم، ألمانيا احتضنتهم ودول كثيرة وفرنسا وبلجيكا وخلافه. لكن يعني هو كوب بقى انه قال انا رجل مسلم في دولة علمانية، دي شتموا فيه، ولكن خلاص الدنيا يعني بقت ظريفة دلوقتي، لانه ما ينفعش نفضل نشتم في الناس او نفضل نحبهم قوي. في مصالح. انا مش شايف لسه مصالح. حضرتك جايب لنا جدول مهم. لو والاستاذ شيرين عاملنا النهارده بالجداول يا جماعه علشان ايه نتعلم وناخد دروس كده مجانيه في فهم الاقتصاد. خلينا نشوف الجدول 19 لو الاستاذ كريم يقدر يحطه. تقييم العلاقات الخارجيه من المنظور الاقتصادي. تمام، تفضلوا علينا بالموضوع ده يا جماعه عشان يشرح لنا بقى الاستاذ شيرين. انا الحقيقه رحت جمعت وقلت طيب انا عايز اشوف اجمالي ما دخل مصر من 2004 2010. جدول معانا على الشاشه. تمام. ما قدرتش يعني اجمع اكتر من كده لسه. لانه انا جمعت كل الاستثمارات المباشره دخلت مصر من كل بلد. هم استثمروا قد ايه عندنا بالظبط كده، وبعدين التحويلات المصريين اللي عايشين عندهم، المصريين قاعدين هناك بعتوا لنا قد ايه من ده. هو تاني عمود. تالت عمود ايرادات السياحه اللي جت منهم، السياح اللي جوه من البلاد دي لينا. تمام. رابع عمود احنا صدرنا له بقد ايه، احنا صدرنا له قد ايه. سبع سنين. كبروا الصوره شويه يا جماعه. ثم احنا استوردنا منهم قد ايه. فناخد كل مجموعه ده اللي دخل مصر واللي تحوله المصريين وايرادات السياحه والتصدير، ونخصم منه الاستيراد. نشوف فائض العلاقه الاقتصاديه بيننا كويس وبينهم. فالحقيقه عشان نتكلم على تركيا، حضرتك اخترت 16 دوله. هو اجمالي اجمالي الحصيله 78 مليار دولار. لكن انا نقيت مجموعه دول 16 دوله جايبه. خلينا ناخد على سبيل المثال تركيا، عندنا امريكا وانجلترا. تمام. والمانيا، وهناخد كمان بالمره تركيا والسعوديه. تركيا نمره 7. تركيا بالمرة. 7 سنين كل اللي بقى دخل منهم 118 مليون دولار. 118 مليون دولار استثمار مباشر بس. على فكره البيان ده مجمع من تقارير البنك المركزي. لان هو اللي عنده تفاصيل كل دوله صدرنا لها ايه وجبنا ايه ودخل استثمار مباشر. ايرادات السياحه معروفه من مصدر معين، والاستيراد والتصدير برضه بالبنك المركزي. تحويلات المصريين من وزاره القوى العامله. بتبين تحويلات المصريين والبنك المركزي بيقولها. والبنك المركزي. طيب نيجي تركيا. فتركيا كل اللي دخلوه يا جماعه في السبع سنين 118 مليون دولار. 118 مليون دولار يعني دي حاجه كده اقل من اي رجل اعمال حتى في مصر. تمام. ما جالناش منهم، ما فيش مصريين حولوا من هناك حاجه او غير مصريين. مصريين مقيمين في تركيا بعتوا لنا حاجه. ما فيش. ايرادات السياحه كل اللي جانا منهم في 7 سنين 235 مليون دولار بس. بس ده لو قسمناهم على السنه هيطلع حاجه هزيله جدا. تمام. صدرنا لهم في 7 سنين ما يعادل 900 مليون دولار. 900 مليون دولار. تمام. واحنا بقى استوردنا منهم في 7 سنين 2 مليار و900. ففائض العلاقه، صافي العلاقه بيننا وبينهم بالعجز. يعني انا اديته فلوس اكتر بمليار. 2 مليار الا شويه. تمام. 2 مليار الا شويه. تمام. يعني تركيا طالعه كسبانه في الحكايه دي. تمام. مننا خلال فتره الرئيس السابق. انا بقى لما اطلع بقى لبلد زي دي. انا ما اطلع لبلد زي دي بصرف النظر يعني على الزياره الشخصيه اللي يبارك لهم في الحزب. انا افهم الحقيقه مثلا زياره انه كان الرئيس يعني يقترح على الحزب الحريه والعداله يروح يحضر هذا المؤتمر. قيادات حزب الحريه والعداله ويقعدوا معاهم يومين زياده بيشوفوا كيف تطبخ سياسات. يعني كورس للحزب اللي هم كانوا عاملين اجتماع امبارح. كانوا اجتمعوا بقى امبارح. خدتهم هيله بيله كده على تركيا يتعلموا شويه. بالظبط كده. هل انا هقعد مع تركيا اقول له انت جاي تعمل ايه؟ جاي تبيع لي بضاعتك؟ ما انا مش هستحمل. وهو كمان منتجاته اصبحت شبيهه كمان لمواصفات ومقاييس الوحده الاوروبيه، ما اقدرش نفسه فيها. طب هل انت جاي تستثمر معايا؟ تستثمر معايا ايه؟ يعني طب ايه اللي ممكن السياحه اللي نعمله؟ المفروض الخريطه دي تبقى قدامنا لما اتكلم على علاقات ويبقى رايح يتناقش في الكلام ده، ازاي يزود الفائض لصالحنا؟ تمام. ازاي يزود الاستيراد. تمام. من قبلهم يعني ازاي نصدر لهم اكتر؟ طب ادي لك ايه؟ ادي لك ايه وممكن تديني ايه؟ كان لازم يبقى معاه الورق ده وفاهم كل مليم ده جاي مصدره ايه. تمام يعني تمام. هي دي معناها ما تقدرش تخطط اقتصاد وجزء من السياسه الداخليه قبل ما ابني السياسه الخارجيه. يعني الا لما اعيش على احصائيات احللها. انا بصدر لتركيا ب 900 مليون وبستورد منها ب 2 مليون. فانا اقول لهم هاتوا لي اللي بيصدروا لتركيا دول مين دول؟ نقعد معاهم. وايه هم؟ ايه ليه قليل كده؟ ايه ازاي يكتر؟ ازاي يزيد؟ ايه مشكلتك؟ فاروح مزود بده انا وفريقي يعني.
وبعدين تركيا كل استمرته رقم صغير. طب انا ممكن ازاي اشجعك على الاستثمار؟ وفي نفس الوقت انا عندي يعني وجهة نظر في موضوع استقطاب استثمارات مباشرة، لا مش هتيجي بسرعة زي ما احنا متخيلين. ده تفصيل. طيب. في بقى دولة زي السعودية، يعني برضو كان السعودية الحقيقة ما انا لان ما بقارنها بالامارات والكويت بحزن ان السعودية وضعها كده. السعودية في 7 سنين كل اللي استثمرته مليار ونص، ده مع ان الامارات 5 مليار و22. طبعا واحنا زعلانين قوي الامارات دلوقتي وضحك الفن قاعد. لا ما نزعلش، ما نزعلش، بس ده عامل استثمارات هايل. بس هو انا متوقع ان الامارات والكويت والسعوديه هتتباطا اكتر استثماراتها. لا الامارات يعني بالقطع، والكويت بتنتظر، والسعوديه كذلك. السعوديه كمان على فكره يا فندم، السعوديه مش مبسوطه تلقائيا بحكم الاخوان. طبعا مليون في المية، لانه كده بعد 5 سنين. انما كون ان الوهابيين هناك بعتوا بعض الاعانات لحزب النور والسلفيين، ده حاجة تانية، حاجة بتخرج الحكومة. على اي حال حتى ايام مبارك برضو انا مش شايف، يعني السعودية كل اللي قدمته استثمارات مباشرة مليار ونص في 7 سنوات. المصريين على فكرة بقى السعوديين مستثمرين عندنا في البورصة، بس دي ما بنحسبهاش كاستثمارات، بيخش ويطلع بالظبط. تحويلات المصريين 4.9 على فكره. لما تاخد بالك يا استاذ ابراهيم في العمود والناس لو باين عندهم 12، يعني عدد المصريين اللي عايشين في السعوديه اكتر بكتير من اللي عايشين في الامارات. لكن اللي بيبعتوه في 7 سنين من اللي جه من المصريين في الامارات اكتر من السعوديه. تمام. ده على فكره بقى حتى لما جه مستوى الدخل للمواطن المصري المقيم في الامارات اكتر من مستوى المعيشه للسعوديه، بيحتقروه وبيدوا له مرتب قليل، في حين انك تسمع دولة زي اندونيسيا وماليزيا الرئيس الوزراء نفسه جه السعودية والامارات والكويت ودول الخليج كلهم قال لهم معلش والنبي اجر الشغالين عندنا لا تقل عن $350 شغالين ورباط البيوت. يعني لما يبقى الكويت وعدد اقل من المصريين في الكويت، ولما يبقى الامارات وعدد اقل من المصريين في الامارات عن السعودية بالقطع، الاثنين بيدوا اكتر. بيبعتوا اكتر من هناك، معناه ان المصري هناك بياخد فلوس اكتر ويقدر يبعت لبلده اكتر. السعوديه رغم المصريين كتير بياخدوا فلوس قليل. ونسال المصري يقول لك ايوه ابقى شايف الاردني والفلسطيني واللبناني وغيري وغيري بيقبض اكتر مني، وانا دايما يذلوني ويدوني الاقل، وبيرضى لانه طالع لظروف معينه. هنزع تعبيرات يحتقر ويذلوني دي تخليها يبخس يعني. المهم يا فندم، يعني هم كل دخلوا مليار ونص، جالنا تحويلات كذا، ايرادات سياحيه مليار و800، سياح سعوديين دفعوا في مصر مليون ومليار كل ده خلال 7 سنين، لو تقسموا على السنه يطلع مبالغ هزيله قوي. صدرنا في حدود 2 مليار بالكاد، استوردنا من 3 مليار و600. انت ما بتعرفش السعوديه بتستورد السعوديه يا فندم، انزل شارع فيصل هتلاقي بيتزا مجمده من السعوديه. بيتزا مجمده خلاص الدرجه دي. فيش الكهرباء دلوقتي كلها جايه من السعوديه، مصنع تجميع انجليزي في السعوديه مشترك، احنا بنستورد منه حاجات كتير قوي. بنضر بالصناعه المحليه حتى واللي موجودين. طيب ما تنساش بقى في حاجه قعدنا حصرتها ولفيت حواليها، والحقيقه الدكتور عبد الخالق فاروق كان كاتب كتاب خطير جدا ومهم، وكان مرفوض انه ينزل ونزل بعد الثوره بقى، اقتصاديات الحج. احنا مدينهم اكتر من 6 مليار دولار، وانا يعني بقولها 6 مليار دولار ده بتواضع قوي، ده ارقام اكتر من كده، اكتر من 6 مليار دولار في 7 سنين احنا بقى بنروح نصرف عمره وحج. فالحقيقه العلاقه ما بالكاد تجيب نص مليار دولار بيننا وبين السعوديه. الحقيقه لما ده معناه انه الدور المالي السعودي في مصر مش عظيم ولا قوي. هم مستثمرين. امال المنح اللي بيدوها دي تحاسبها يا فندم؟ لا ما هي لما يحط لي وديعه الوديعه دي يوم ما لا الوديعه يوم ما لازم ترجع، فده يعني مش فائده في القرض، حتى لو خد ما خدش فائده اسمها وديعه، يعني التزام عليا. ده خصوم في البنك المركزي لازم ترجع، مش استثمار. بعدين احنا مش عايزين اقتراض، ما هو برضه انا حزنت في الاخر، كنت عايز اقول لك لما راح الصين ورجعنا في الصين ادتنا 70 مليون دولار منحه. وحشه قوي. ايه ده؟ فظيع. ده تهزيئه. يعني عايزين يقولوا ده ده ده, ده 70 مليون دولار ده تديهولك قريه في الصين. ده ولا حاجه. لو حسبنا على ولا حاجه ولا رئيس قريه مش عارف شارخان خنخين خوخو ده معناه في الصين نفحنا بتاع 70 مليون دولار. ده معناه ان احنا ما كانش عندنا كلام مفيد قيم نقوله. فقال لك طب بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده كده غير ما يجيبوا حاجه حلوه. الشاي مصاريف الشاي حاجه عيب عيب. فبالتالي هتلاقي طب السعوديه لسه عارف ايه المشكله؟ ايه كانت المشكله السابقه وايه المشكله الجايه؟
وعلى فكرة لا هو هل حد عارف ان في مشكلة حاسس اساسا؟ لا ما احنا بتكلمناش لا لا ما ليه ما جوش ليه ما استثمروش ايه اللي ايه اللي وحش لكن وبرضه لما تيجي تبص فيما عدا الحقيقة مستثمرين الاماراتية والكويتة في بعض معظمهم يعني الكويتة دي على فكرة بتخيل تلات ارباع الرقم ده جاي من عائلة الخرافي مثلا الإماراتية الحقيقة ما تأخروش ودخلوا في بنوك واستثمارات كثيرة. احنا عندنا برضو هم بيحبوا أنواع استثمارات كلها خدمية بنك مول أنا برضو لسه صلات. ما حددتش اتصالات دي حاجة جميلة جدا لكن احنا برضو ما حددناش ايه هي الاستثمارات اللي أنا عايزها يعني ايه نوع الاستثمارات هنفضل نيجي انا محتاج ايه تعالى انا اسجل لك ده استثمر فيه بالظبط طب عشان انا عايز بقى احنا قدامنا جدول اعمال لا سريعا بس طيب قطر. قطر في سبع سنين قطر فجأة اللي انا مستعجب يعني بس سبع قطر سنين. عموما كانت علاقاتها بالرئيس السابق ليست طيبة وبالسما يمكن ان تعول على ده هنشوف طيب كل دخلوه 320 مليون دولار في سبع سنين كل اللي جالنا تحويلات من مصريين هم 600,000 دولار هم حوالي 200,000 مصري في حولوا لنا يعني 100,000 دولار كل سنه مثلا ولا حاجه 100 مليون دولار كل سنه 100 مليون دولار ايرادات سياحيه 106 مليون دولار والقطريين يعني بعد بقى لهم خمس سنين خلاص بقى يتفسحوا في انجلترا خلاص ومفيش اي حاجه ثانيه لا استيراد ولا تصدير ولا بتصدر لها ولا بنستورد لها خالص الصافي مليار الصافي طيب. مليار لما نيجي نسمع بقى اول حاجه انه قطر بنك قطر الوطني اللي هو زي البنك الاهلي هيشتري بنك الاهلي السجنرال وعلى فكره البورصه بس الجنرال فات ده خاص ماشي بس والبورصه عندنا طلعت والناس فرحت وتلاقي كل بقى رجال اعمال الاخوان فرحانين والحلو انا قابلت رجال اعمال الدنيا هتستقيم قول لي يا استاذ ابراهيم هي قطر دي هتدفع ثمن البنك لمين؟ لاصحابه الفرنساويين ايه اللي دخل مصر؟ الشريك المصري بتاع اللي هو لا يعني مصر جالها ايه؟ شويه المساهمين اللي عندهم شويه اسهم في مصر يبقى فين المبلغ الرئيسي اللي قلت مثلا ده يعني لما بنك قطر الوطني يشتري بنك سوسيتي جنرال هيدفع للشريك الفرنسي فبيدفع للمالك سوسيتي جنرال اللي واضح من اسمه سوسيتي جنرال بالظبط انه مش مصر بتاع فرنسا فلما تجيله الدولارات ويشتري هنا يبقى السجن هيقول البنك المركزي ايه؟ لو سمحت عايز ارجع فلوسي لبلدي هيرجعها راجل وطني فرنسي وطني هو خلصت خلاص هو باع وطني فين الاضافه سؤال تاني برضه عايز اسالهم قطر لما يقولوا عايزين يدوها شرق التفريعه طب هو على فكره انت لو اللي فيهم زار قطر مع انه بيزوروا قطر بس ما راحش بص على المينا المينا قد كده ما عمرهم ما عرفوا يكبروه والمراكب واقفه بطول بالشهرين والثلاثه عشان تدخل سيراميك وازاز عشان يكمل عماره من العمارات اللي فرحانين بيها فين التنميه بتاعت قطر يعني قصدي مشاريع زي فين مينا قطر انا ضد مثلا ايه مثلا فاليو ادد ايه قيمتهم ايه خبرتهم عشان يجي يعمل عندنا حاجه زي هيعملها ازاي ايه خبره هو هيجيب الانجليزي اللي بيشتغل معاه وهيجيب لا اذا كان كده بقى لا اذا كان كده مصر بقى هي اللي تعمل مشروع شرق التفريع ومشروع شرق قناه السويس المنطقه اللوجستيه ونجيب خواجه واتنين يقولوا لنا او اتنين روس ثلاثه يقولوا لنا زي خلاص يعني مش محتاج انا في مشاريع قوميه ما يصحش اقول انا حديها البلد تعمل المواني حتى الولايات المتحده الامريكيه بترفض مواني دبي عملت البدع عشان تاخد تمام يا فندم بعد ما اتفقوا معاهم سحبوا الاتفاق وعلى فكره المنطقه المواني دي اللي بنحلم بيها 67 كيلومتر في 122 كيلومتر تشغل يعني ملايين من الاسر وملايين من العاملين وفي نفس الوقت دي منطقه هتكون فيها عين المخابرات والامن القوي امن الدوله جوه لان دي بضاعه بكل اشكالها ممكن في املها تفرغ من بدري وتعيد تعبئها وفي جزء تصدير وفي جزء يدخل يعني قصدي منطقه مش سهله ان انا اديها وبعدين احنا سمعنا القطريين 10 سنين نفسه يقلد دبي عمره ما عرف يقلد دبي خالص مش شايل انت من قطر انا مش شايل خالص انا بقول بس يعني ما يصحش ان انا افكر في ما افكرش لصالح بلدي في مشاريع قوميه وفي نفس الوقت اروح الى اصغر الدول الحديثه واقول تعالوا اعملوا لي طب سنغافوره فين مثلا طب نتفرج على مواني الصين كيف تدار هونج كونج هونج كونج كيف تدار الدنيا ده حاجه يعني كده اقول ده بيجيبوا نو هاو بيجيبوا معرفه ويجيبوا تمويل نو هاو يعني اللي يعرف يعملها معرفه اللي هو الخباز اللي بياكل نصه ده تمام. هو ده النو هاو تمام. يعني يدي العيش للنو هاو ولو كان نصه امريكا وانجلترا بقى اللي في الجدول ده حطوا اكبر استثمارات كلها في البترول والغاز وانا يوم ما كنت في اللقاء الغرفه التجاريه لصديقي وحبيبي جمال محرم مع جوش اللي قلته كان معانا حبيبي انا سالته سؤال الاخير بس بقول لهم يعني انتوا عبر السبع سنين يعني 70 او 80% من استثماراتكم ما كانتش 90% كلها في بترول وغاز من ثرواتنا اللي انتوا بتاخدوها وتنبسطوا منها ومنتج جميل قوي. ما في اي تغيير جاي؟
غير السلع الاستهلاكيه؟ قالك لا. ما يعني قالوا ان شاء الله هندرس. ان شاء الله بالعربي ولا بالانجليزي؟ لا بالانجليزي. ان شاء الله هنخرج فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع الخبير شيرين القاضي واخبارنا وتقاريرنا وتحليلاتنا بعد الفاصل. سيف عبد الفتاح قال مصر بتدرس المقترح القطري بشأن التدخل العسكري العربي في سوريا. سيبك من ان الدكتور سيف عبد الفتاح احد المستشارين فقط، مش لا المساعد ولا النائب يعني، وسيبك من انه طبعا كان بيدرس في قطر طول الوقت، لكن كمان وسيبك من انه له وجهة نظر في المسألة السورية، وسيبك من ده كله لانه سبق وسمعنا من احد المستشارين ايضا للرئيس مرسي انه لابد من تقديم طلب للامم المتحدة ولا اللي مش عارف ايه علشان تغيير كامب ديفيد، وان احنا بصدد تغيير كامب ديفيد، وطلع متحدث باسم الرئيس وقال في شيء كلام من ده خالص، وكامب ديفيد مش هنغيرها ومش عايزين نغيرها وهي فلة كده، مع مراعاة كمان انه التصريح اللي قاله مستشار الرئيس كامب ديفيد ملهاش اي علاقة، احنا بنتكلم عن عهد السلام كامب ديفيد الله يرحمها من زمان. فكون انه سيف عبد الفتاح دكتور سيف عبد الفتاح هو راجل يعني استاذ قدير وموضع احترامنا جميعا وتقديرنا، الا انه يبدو انه ده مجرد راي للسيد سيف عبد الفتاح، لا يزال لما نسمعه من متحدث باسم الرئيس او من نائب الرئيس او من على الاقل مساعد الرئيس، فيعني يعني ساعتها نقدر نناقش ونتكلم. لكن الحقيقه بالقطع حكاية ان مصر تشارك في جيش عربي في مواجهة جيش سوري، فانا اعتقد ان ده قرار ما ينفعش ياخده رئيس من غير برلمان، وما ينفعش ياخده رئيس من غير اجماع وطني قومي، وما ينفعش ياخده رئيس ان ده انت بنروح بتحارب. خدوا بالكو خدوا بالكو، جمال عبد الناصر بعت مصر تحارب في اليمن، اصل اخوان المسلمين حقيقة يقولوا شيء ونقيضه، يهاجموا الشخص وينفذوا نفس ما هاجموه وانتقدوه، فاحذروا، لانه كمان الموضوع السوري والشأن السوري حكاية كتر الدم فيه وكتر السلاح مش معناه انه حاجة عظيمة ولا ان الثورة مديدة. لكن عموما المستشار الرئيس سيف عبد الفتاح يعني الاستاذ السابق بالجامعة في قطر والاستاذ الحالي بالعلوم السياسية في القاهرة بيناقش اقتراح امير قطر، يعني كان الله فيه عون للجميع. هنتقل من، واخد بالك يا استاذنا الكبير، هو فين الجيوش العربيه دي يا فندم؟ ولا ده مقلب جيش مصري كالعاده؟ في حاجه تانية؟ لا لا، ولا يعني قطر ما فيهاش جيش من قطر لا اللي داعي للاقتراح، يعني شايف قطر يقول لك نودي يبقى في جيش عربي، يعني طب لما يكون عندك جيش انت الاول البول، يعني هم الثلاث جيوش العظيمه اللي كانت واللي ما زالت يعني او خلاص، العراق الدغدغت وسوريا وسوريا اللي هو رايح يحاربها، واحنا في حاجه ثانيه احنا خلينا في سينا بصراحه، خليكم في سينا يا جماعه، ركزوا في سينا. لا ما سينا سينا الحقيقه انا نفسي اوجه يعني كلمه للدكتور مرسي اقول له هتزعل جدا هتزعل جدا لانه يعني قيادات حماس هيخنوه قريب وهيزعل وهتكون جرح، لانه الغدر والخيانه. انا جدا شيرين من انه قريت خبر حمساوي انه حماس قرر، حكومه حماس قررت وقف كل اعمال نقل خلال الانفاق من خلال الانفاق، لان كان في مشاكل بين القوات الامنيه المصريه وبعض مهربي الانفاق. ايه ده طب قرر اهو وابلغت اللي مش عارف ايه ومنعت ايه، ده معقوله يعني في مهزله تحت انف الجميع يعني؟ لا هو يعني يا ريت الكل يدرك ان مصر ما ينفعش حد يقذب مصر، عيب ما يصحش، بس انا عارف ان الدكتور مرسي بيتعامل مع قيادات حماس بقلب رحم وسعه صدر ومحبه بجد واخلاص، وبقول له دول هيصدموك بغدر. وموسى ابو مرزوق مكان راجل مرشح يبقى مكان خالد مشعل كان في مكتب الارشاد من يومين يعني بيزورهم ربما، ودي مالهاش علاقه بالشعب الفلسطيني الاعزل المسكين. طبعا ليه هو حماس يا شعب فلسطين؟ هنتكلم على قطاع يعني القيادات دي بالقطع. بس اللافت للنظر جدا انه احد بمناسبه مستشار الرئيس احد مساعد الرئيس للتواصل المجتمعي هو الدكتور عماد عبد الغفور اللي حزبه اقاله او فصله، تمام، فهو مش عارف يتواصل مع مجتمعه في الحزب،
هيوصل تواصل مجتمعي ازاي؟ يعني شيء غاب. ويبقى اول زياره عمله الراجل بتاع التواصل المجتمعي ان راح تواصل مع المستشار فريد تناغو اللي هو هينظر يوم الثلاث قضيه حل التاشيشيه بالظبط كده. فايه التواصل ده بالظبط؟ ومحدش لا الفريق المستشار فريد تناغو ولا دكتور عماد المتواصل قالوا لنا هم اتكلموا في ايه. وانا رايي ان المستشار فريد تناغو يتنحى عن الجلسه لانه راجل كان نائب الرئيس عنده مساعد الرئيس عنده يعني وقعد معاه وما نعرفش حصل ايه. لكن عموما برضو مصر لا اكيد اللي احنا عارفين حصل ايه ان الاطباء قرروا اضراب جزئي مش عام جزئي بكره. هيعملوا ايه الاطباء وليه الاضراب؟ خلينا نشوف التقرير ده. بدأت نقابة الأطباء اليوم استعداداتها لبدء إضراب الأطباء الثالث والذي من المقرر بدئه غدا في كافة محافظات الجمهورية. إضراب الجامعة العمومية للأطباء يوم 21/9 خدت قرار بعمل إضراب جزئي في جميع مستشفيات وزارة الصحة يبدأ من يوم 1 أكتوبر 2012 اللي هو الاثنين القادم. إدارة الإضراب هتكون من خلال النقابة العامة في القاهرة، دي النقابة المركزية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع النقابات الفرعية للأطباء في المحافظات. التنسيق تم في تنسيق على مستوى النقابة العامة مع إدارة الصحة المركزية هنا، وعلى مستوى النقابات الفرعية مع وكلاء وزارة الصحة في جميع أنحاء الجمهورية. الأطباء الذين سيعملون ويمتنعون عن المشاركة للإضراب الجامعة العمومية قررت إحالتهم إلى التحقيق. أكثر من ربع الأطباء المصريين بيشتغلوا في الخليج. في اخر 10 سنوات استقال 12,000 طبيب من وزارة الصحة، وفي الاخر بنقول احنا ما عندناش اطباء نتيجة تردي الاوضاع. احنا عملنا لقاء مع رئيس الجمهورية وافق فيه من حيث المبدأ على مشروع كادر العاملين بالصحة، ونحن الان كلجنة بالاشتراك مع الصحة والمالية ومجلس الدولة نعكف على دراسة مشروع القانون، وفي خلال 2 أو 3 شهور سننتهي منه وسيقدم إلى الجهات التشريعية المختصة حتى يتم تطبيقه من العام المالي القادم. احنا لم نقبل بإيذاء أي مرضى أو الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية لأي مريض. الغرض منه إرسال رسالة عالية للمجتمع وللمسؤولين أن هناك وضعا مأساويا داخل المجتمع الطبي يحتاج إلى تغيير سريع وبقوة. إضراب الأطباء العاملين بالقطاع الحكومي ضريبة لن يدفعها إلا المواطن المصري لحين الاستجابة لمطالبهم. أمير عبد المهيمن، هنا القاهرة. فهمنا الأطباء عايزين يعملوا إضراب جزئي بين تنصيص ليه، وفهم ده إيه هو نوع الإضراب الجزئي. لكن خلينا نفهم ما وراء هذه المطالب والمطالبات. لما نسأل خبيرنا شيرين القاضي، استاذ شيرين، طول الوقت لما بيطلع فئه ما من قطاع ما من المجتمع، اطباء، عمال، سواقين، مدرسين، فيبدا على طول وكاننا نصمهم، اي نضع وصمه عليهم انها مطالب فئويه وانه البلد مش ناقصه وما نقدرش نعمل حاجه. هل انت بتطمئن لكلمة مطالب فئوية ومظاهرات فئوية؟ لا، اولا ده حتى دكتور هشام انديل كان له تصريح من يومين وابتدى يقول لنا بما معناه ده في طرف ثالث جديد بيحرك الناس دي. حرام عليه يعني، ما هو ما بقاش في طرف ثالث خلاص، الطرف الثالث كله روح. انا متخيل احيانا دي زلومة، مش بعرف مش معقول دي زلومة فالحقيقة كل الناس دي كانت اتحركت واتكلمت بعد الثورة ب6 أشهر. والحقيقة كان عصام شرف وعدهم بحاجات، وبعض الوزراء وعدهم بحاجات، والدكتور الجمزوري وعدهم بحاجات، واستنينا وسكتنا. طب نخلص من استفتاء الاعلان الدستوري، طب انتخابات برلمانية، طيب انتخابات الرئيس، الناس سكتت كفاية. في اثناء هذه الفترة ما تنساش برضو ان الاسعار كلها غلت، كل حاجة غلت. يعني يا ريت الحاجة موجودة، او في امن، او النقل متوفر، او النقل المواصلات ما غليتش، او الاكفاء يسكت. لا، ده انت سايبه طايحين فيه التجار باستغلال كانها غنائم حرب. وفي نفس الوقت تجاهلت بقى المطالب مع حكومه دكتور انديل بعد اختيار الرئيس. ما في رئيس وفي رئيس حكومه ووزراء، يبقى في السلطه التنفيذيه موجوده، فابتدوا يتكلموا. فانا الحقيقه ما اقدر حتى موقف الاطباء الجزئي ده، لانه في جزء بيخدم بيه المرضى في المستشفى،
وما تنساش بقى ان اصلا المستشفى بقت مهلهلة، لا المكان شغال ولا معدات موجودة ولا ادوية موجودة ولا تطعيمات موجودة ولا خدمة موجودة. واول مرة كمان ظاهرة، اول مرة عيانين يضربوا ده ناس معتلة وتعبانة وعيانة وبقينا يضربوا الاطباء. وبقينا نسمع كمان عن مفيش امن المستشفيات وهجوم بلطجية وضرب ناس. طب يعني انت متوقع منه ينزل يشتغل ازاي؟ لكن انا هي في بقى برضو عندنا زي ما هنتكلم على اكذوبة الدعم يعني في وقت اللحظة، في اكذوبة المرتبات. انا ما في حد بسأله من الدكاترة الطبيعيين الا ما حدش بيقبض. ولما تسمع كل اللي الحكومة بتزل بيه الناس، احنا بندفع 23 مليار في يونيو، ده 23 مليار جنيه الصحة. ويقولك ده مش عارف نسبته كام من الانفاق او من الايراد، عم 10 مليار مرتبات. طب المرتبات بتروح فين لما كل الناس بتشتكي؟ ما عندناش العدد كافي بدليل ان احنا عندنا نقص في كل وحدات صحيه ومستشفيات وكل اللي بيجي. وعلى فكره عشان عايز اقول للناس، كل اللي بيجي لكم بال 23 مليار هم 3 مليار ونص عباره عن 2 مليار ادويه للفشل الكلوي وشويه حاجات تانية واعانات بس. والباقي 23 مليار بيروحوا فين؟ لا ده في بقى انفاق وانفاق واستثمارات مثلا ب 10 مليار على ايه؟ ما تفهمش، شويه مستشفيات ومعدات في كراتينها. وفي كمان 10 مليار اجور ومرتبات. ديوان عام وزاره الصحه لوحده 9 مليار، البيانات بقى اللي بقولها لك دي. ديوان عام وزاره الصحه 9 مليار دولار. 9 مليار؟ 9 مليار جنيه. بيصرف لوحده 9 مليار في السنه؟ الارقام اللي بقولها لك دي بقى. جاي بفلوس ومرتبات ولا جاي بالظبط؟ اكيد طبعا اكيد. طب ما نروح احنا ديوان عام والمكتب الفني والسكرتاريه والمرتبات. وبعدين كل مسؤول يجي وكل رئيس قسم يهد لي ويحط لي رخام ونجدد القسم بتاعي واوضه الاجتماعات بتاعتي. يعني ده في فيروس في ديوان عام وزاره الصحه الحقيقه. ال 3.5 مليار دول كمان ما بيطلعش، ما بيروحوش المواطنين. لا يعني رقم ال 9 مليار اللي بيصرفوا ديوان عام وزاره الصحه ده على فكره في الورق عندنا ده ده من الموازنه. اصل الموازنه دي مره تجيبها لك كل قطاع الصحه بتصرف ازاي، او تروح جايبه اجور كلها مع بعض واستثمارات كلها مع بعض واعانات كلها مع بعض وخلافات. انت ممكن تشوفها من زاويتين والتقارير بتبقى تخرج كده. دي هي محدش بيشوفها محدش بيدرسها. لا ما لازم نحللها ونشوف، لان ما يجيش يقول لي انا بصرف 23 مليار على الناس. لا انت ما بتصرفش 23 مليار على الناس، انت بتصرف كل حكايه للناس 3.5 مليار. في دكاتره حتى كلها بتعاني زي الداخليه، ما فيش حتى لا ظباط ولا الناس المخبرين ولا لواء ولا معاقين، ما حدش بيقبض حاجه. طب نيجي نعرف ال 14 مليار جنيه دي في كل سنه في الداخليه بتروح لمين؟ طب ماشي حبيبي العدلي اذا كان بياخد وبيصرف فيلل وقصور وبعض القيادات التانية، طب برضه الفلوس فين؟ ما تفهمش. بيشتروا بيها ذخيره؟ لا احنا بنستورد ذخيره في السنه اللي هم ممكن يضربوا بيها الناس يعني في حدود مش ممكن بيضربوا بيها ممكن ايه؟ 10 مليون دولار كل سنه كده عشان يجيبوا شويه حاجات دولار. 10 مليون دولار. امال احنا كام بنصرف كام كله على بعض؟ 14 مليار؟ 14 مليار 14 مليار. تسال ده زمان انا فاكر حبيبي العدلي قال ميزانيه وزاره الداخليه على سنه 81 كانت 300 مليون بالظبط كده. وقال وقتها حبيبي العدلي بعد ما جه ما عندناش مستشفيات نعالج بيها. 14 مليار 14 مليار ده كانت 9 مليار سنه 2007. 14 مليار ومفيش مستشفيات حتى تعالج الضباط ولا اهاليها ولا حاجه خالص. او لو في تبقى قليله. وبرضه هتلاقي الاطباء دول بياخدوا بلاليم. طب الرقم ده بيروح فين؟ وياما اتكلم فيها الاستاذ احمد النجار، وياما اتكلم فيها الدكتور عبد الخالق فاروق. الحد الادنى والاقصى هو اللي هيثبت، هو هيكشف الحقيقه وهنلاقي ان الارقام دي مش حقيقيه. بتقول يعني ان في فئه من كل ده الظاهر الظاهر. بس يا جماعه دي واضحه. انا لو من اطباء مصر ولا اعمل اضراب جزئي ولا كلي ولا اي حاجه، اطلع على ديوان عام وزاره الصحه واقعد فيها تدفع مليار. يمكن وانت قاعد ينزل عليك كده مليار منهم، نص مليار منهم. يعني دي مساله تستدعي التامل والجراية الدقيقة. هم اللي بيعملوه ده عندهم حق، وما يصحش ان الحكومة الجديدة بعد الانتخابات تسكت تاني اكتر من كده. ما ينفعش. ما يا اما توفر لي اكلي وترجع الانفلات الاسعار من التجار اللي انت عارفهم برضو بالاسم. على فكرة لانه ما هنيجي نتكلم برضو كل قطاع ما يزيدوش من 3 إلى 5 تجار ماسكين كل حاجة. هنتكلم عن دوت. بس خلينا انتقل من ده الى قصة بقى حزب الحرية والعدالة، على اعتبار انه مش ده اللي هينزل للجماهير، وهينزل بقى للاطباء وهينزل للموظفين ويقول لهم ال 14 مليار دول بيروحوا فين؟ او هيعملوا بيهم ايه؟ والله يعني انا نفسي اقول لهم حقيقي ان تطبيق الشرع هو ستر الناس وتحقيق العداله الاجتماعيه. حقيقي يعني لازم الشعب ده يتستر، ولازم نصر على شعبنا. ما ينفعش الناس تبقى عايشه بهذا الشكل، وده من اساس الشريعه يعني. يعني يبقى حزب الستر والعداله. والله لو طلع في حزب اسمه بالستر يبقى كويس قوي. احنا فعلا عايزين كده دلوقتي. خلينا نشوف حزب الحريه والعداله
في مؤتمره اللي انعقد أمس، ماذا جرى فيه وماذا انتهى إليه؟ عقد بالأمس المؤتمر العام الأول لأعضاء حزب الحرية والعدالة بالقاهرة لعرض ما حققه الحزب خلال الفترة الماضية وما سوف يقدمه في الفترة القادمة. احنا بالفعل في أمانة القاهرة بصدد تشكيل لجنة مركزية لإدارة أزمة أنبوبة المنتجات في محافظة القاهرة بالتواصل مع كل الجهات التنفيذية اللي موجودة في الدولة لعمل حملة لتوصيل الأنبوبة إلى المواطن بسعر يعني معقول وبطريقة سهلة وفي كل وقت يستطيع الحصول عليها. كما تطرق الدكتور محمد البلتاجي في كلمته إلى تأسيسية الدستور موضحا أنها ستكمل عملها مهما كانت التحديات. لكن أتحدث عن صفحات كتبت حتى الآن وتنتظر أن نكملها لنقدم دستور مصر كما كتبه الشعب المصري. هذا الدستور الذي يحاول البعض الآن تعطيله أو تشويهه هو الافتراء عليه، لكن أؤكد أننا بإذن الله بكم، لا بكم كأعضاء حزب الحرية والعدالة، لكن بهذا الوطن بشعبه العظيم سنكمل المسيرة لأجلها. وفي كلمة الدكتور عصام العريان أوضح أن اشتراكات الأعضاء السنوية غير كافية لمشروعات الحزب، وأنه لا بد أن يكون هناك تبرعات شهرية من قبل الأعضاء، وأن الحزب لم يعد المصريين بالسمن والعسل ولكن بالبذل والعرق، وأن الحزب سيحقق نسبة مقاعد أكثر في الانتخابات البرلمانية القادمة. لا نعدكم إلا بالعرق والتضحيات، وإحنا بنقول لحزب كحزب حرية وعدالة وإنتم لازم تدركوا هذا، أننا لا نعد المصريين بأنهار السمن والعسل كما يروج البعض أكاذيب وشائعات، ولكننا نعد المصريين أننا سنجني جميعا ثمار تضحياتنا وثمار عرقنا وثمار جهدنا عندما ننطلق إلى المزارع والحقول، إلى المعامل والمصانع، إلى المدارس والجامعات، إلى كل ساحات العمل في قواتنا المسلحة، في شرطتنا، في قضائنا المستقل الحر، في جامعاتنا ومعاهدنا، في كل مكان، من أجل أن نرفع راية هذا البلد الذي وضع رئيسه الآن اسمه في قائمة الدول في العالم بعد أن اندثرت وبعد أن تهاوت وانحدرت. وضع رئيسه الآن قامت مصر بين أمم العالم كلها أمة عالية يخافها الناس الآن. هم حلوا المجلس بقرار فوقي ضد إرادة الشعب من أجل أن يربكوا المسيرة. مستشار السوق والذين زينوا للمجلس العسكري، ولكن كانت النتيجة إيه؟ إن الدكتور محمد مرسي زادت أسهمه قبل الانتخابات بيومين، فنجح محمد مرسي بفارق 4%. وأنا بقول لهم النهاردة أنتوا أصدرتوا قرار متناقض في المحكمة الإدارية العليا الساعة 3 العصر، المحكمة أجلت الحكم ل 15 أكتوبر، الساعة 5 العصر المحكمة طلعت حكم، وبعديه تاني يوم 4 أحكام بتقول ده المجلس انعدم تماما. بقول لهم هذا القرار سيدفع الشعب المصري إلى الدفع بحزب الحرية والعدالة مش ب40%، بأكثر من 50% إن شاء الله في البرلمان القادم. طبعا يعني شيء بديهي جدا انه حزب الحرية والعدالة يطلع دكتور عصام العريان يقول كلام لجمهوره لاعضائه يعني، وبديهي جدا انه يبقى كلام مش دقيق بل لعله احيانا يعني مضلل، بمعنى انه قال انه زي ما بيدعوا انه احنا بنوزع الحرية والعدالة يعني او الاخوان بيوزعوا السمن والعسل على المواطنين، وده كذب. وانا رايي ان ده كذب، الاخوان بيوزعوا زيت وسكر مش سمن وعسل، وتتقطع لسان اي حد قال انهم بيوزعوا سمن وعسل. عسل ايه اللي وزعوه ده؟ ده حاجه يلزق كمان وتبقى مشكله. انهم وزعوا زيت وسكر. ثم لما الدكتور عصام العريان يقول انه
الرئيس مرسي نجح خلال ايام معجزة كده زي ابراء الاكمه وشفاء الابرص، انه يجعل مصر امة يخافها الناس. مش عارف مين اللي قال يا مامي خافوا مصر فترة اللي فاتت. ربما اللي خاف من مصر كتير من اللي خافوا بعد حصار السفارة الامريكية، واعتبروا انه تنظيم القاعدة موجود في مصر. يمكن اللي خافوا لما لقوا التنظيمات المتشددة والجهادية والمتطرفة والارهابية في سيناء، يمكن ده اللي خوف المجتمع. انا ما شوفش دكتور مرسي خوف حد حقيقة، لانه ما فيش حد في الدنيا هيخوف حد هو بيستلف منهم. يعني ينفع بذمتك تروح تقول له النبي سلفني 3 مليار و4 من 10 ولا 2 من 10 مليار دولار وخاف مني ترعب؟ ايه ده، انت ما ترعبتش ليه؟ ده العتريس، والله العتريس. يعني محض هراء يعني يصح انه يتقال في حزب سياسي لجمهوره يعني. انما احنا كناس بتفكر يعني او تحاول ان تفكر بتعقل وعقل، شوف الكلام ده كله ينطوي تحت بند التضليل السياسي، خصوصا لما بيجي يكلم دكتور عصام العريان ويقول لجمهوره برضو ان احنا انه الرئيس مرسي فاز ب 4% فرق الحقيقه. فيعني راجع تاني الارقام يا والنسب يا دكتور عصام منبه في عرضك، عشان يعني انتوا ناجحين يا دوب تدخلوا معهد فن صناعي بالعافيه يعني، بس دخلتوا قصر الرئاسه. الحاجه الثانيه المؤكده في هذا السياق انه دكتور عصام العريان بيخاطب المستشار مجدي العجاتي اللي اصدر الحكم المحكمة الإدارية العليا على اعتباره جزء من المؤامرة، واللي عملتوه ده هيخلي حزب الوحدة والعدالة يكسب مش عارف ايه. يعني برضو انت يعني اذا كنت عايز تشكك في القضاء ما تشكك، قول انت راجل جريء، واليومين دول من بعد الثورة الحقيقة يعني الواحد متتبع عصام عريان اخر، يعني بقى عريان بجد يعني، لانه واضح انه كان قبل كده متدثر ومستتر ويعني بحاجات تانية، لكن يبدو انه بقى فعلا دكتور عصام العريان جدا. عموما يعني يظل الكلام حوالين الدستور واللي قدمه دكتور محمد البلتاجي على انه احنا خلاص وقربنا، وقدم للناس الورق كده وقال لهم خلاص المشروع جاهز. انت بتقرا المشاريع بتاع المواد المقدمه؟ لا الحقيقه بقراها، وكان مره كده حزب المصريين الاحرار دعوني وكان معايا الدكتور محمد فضل ودكتوره منى زلفقار وناس، انا كان يعني في الشق الاقتصادي والحقوق والحريات الاقتصاديه، وبصينا على بعض الحاجات، هم كانوا عاملينها بطريقه ظريفه كده، حاطين لنا يعني الماده المقترحه ودستور 71 دستور 23 في مواد مقترحه كتير قوي فيها نقط، ما اعرفش مين اللي هيحكي من النقط. يعني ما هي دي نقط الخلاف الحقيقه. برضو الدكتور عصام عريان يعني وجه لوم ان في ناس معطله الدستور، اظن دكتور محمد بلتاجي اظن، بس عايزين نقول له يعني حتى الناس اللي هم غير من الفصيل الاسلامي السياسي ما عددهم قليل قوي، وفي منهم بينسحب ومش هيرجع. يعني مفيش حد معطل حاجه الحقيقه، خلينا نبقى واضحين ويبقى صريح، لانه اللي معطل بعض البنود في حقوق الحريات ونتيجه برضه انه حابب يزايد او حابب يزود الجمله او يكبر الجمله هم الجماعه السلفيين، والجماعه السلفيين هم فصيل مهم في حياتنا ولازم نتكلم معاهم. الاخوان المسلمين الحقيقه والحريه والعداله موافقين على معظم بنود 71 وموافقين على ماده 2 كما هي دون لخبطه، لكن الحقيقه الفصيل السلفيين لهم وجهه نظر اخرى، وجهه النظر الاخرى دي لازم تناقش الحقيقه بينهم بقى مع كل الجماعه الاسلاميه ومع الازهر. الاخوان المسلمين عاملين حاجه شيرين مختلفه شويه، يعني سايبين كل الناس تروح ناحيه طلبات السلفيين اللي هي احكام الشريعه اللي هي المراه اللي هي الطفل جواز القاصرات والحي، وهم بقى واخدين حاجه القضاء الموحد بالظبط كده، الغاء الهيئات القضائيه النيابه الاداريه على مش عارف يعني، هم دافعين على الشديد قوي جهاز مركز المحاسبات وانسف حمامك القضيء، يعني هم بيجهزوا دوله ليهم، بينما يا عيني اخواننا السلفيين مغرمين بالشكل طول الوقت على طول وبيتخانقوا مع بعض برضه، يعني برضه نفس الحكايه، وهم برضه ولعلمك هم طيبين وسذجين، ويعني تحس برضه لما دخلوا سذجين سياسيا يعني لما دخلوا الحياه السياسيه يعني هم لسه في حاجات نظريه كانت فجاه لقوا الدنيا مختلفه، ولذلك هم على فكره السلفيين بيقولوا النهارده لناسهم شفتوا احنا اللي بتوع ربنا بجد، الاخوان دول طلعوا يعني مش تمام بوجهه نظرهم الاخوان، لانهم وعدوا الامريكان وده كان تمن للسبورت، وعشان نبقى واضحين تمن الدعم وعد الامريكان ما تجيش جنب الحقوق والحريات وتغيرش ماده 2 ومش عايزين نغير وجهه مصر، وده كان تمن زي احنا اتفقنا عليه. لكن الحقيقه برضه السلفيين كانوا قبل كده طمنوا اذاعه اسرائيل يعني في حاجات كثيره يعني.
لكن المشكلة بقى في حاجات جوهرية. هم طبعا زي ما قلت ما يجوز ان في منهم اطماع انه يغير في السلطة والتحكم في السلطة. احنا حابين بقى نتكلم في وضوح ما يخصنا كلنا كمصريين في حقوق وحرية حقوق الاقتصادية عايزين نتكلم فيها. لما اطلعت فيها جاية ركيكة، يعني دستور 71 كان يشمل حاجات كتيرة، والدستور 71 ده حاجة يعني دستورنا كان كويس على فكرة، شوية اللعب اللي حصل فيه ده، لكن غير كده على الأقل أنا كنت طول الوقت بقول إنه فترة مبارك كان فيه ترجيق قوانين ولا شك، بس محترفين بقى دي حاجة صناعية يعني، واللي اتلعب في الدستور شيء قليل أوي غشم أوي غشم جامد يعني. اللي عاملين دوشة الحقيقة وحقهم أكتر ناس يعني فصيل المرأة اللي هو 50%، لانه ده بيقول لك ما ينفعش اللي انتوا بتكتبوه ده، وده عندهم حق برضه، لان الناس النيابه الاداريه معترضه، وهم مش عارف هم في يبدو احن بين حسام الغرياني نفسه رئيس اللجنه وبين النيابه الاداريه هيئه قضايا الدوله بالظبط، ده اللي هم دول درع الدوله في الدفاع عن مالها وفي كده مكافحه فسادها بالظبط كده، الجهاز المركزي للمحاسبات كل ده بكلمك على وقفات احتجاجيه يعني قائمه بالزبط على بالظبط كده يعني مش معقول يعني انت مخاصم تقريبا كل فئات المجتمع. وعلى فكره الليبراليين ايه والعلمانيين ايه؟ ده اقل حاجه اللي زعلانين بالظبط. وفي نقطه مهمه، كل دول جهات هتاخد استقلاليتها تماما عشان تعرف تقوم دوله صح، جهاز مركزي محاسبات لوحده والرقابه الاداريه لوحده ومش عارف الكسب غير مشروع، لا دايما على الدمج والصهر والنفي يعني بتعاركهم وعايز تدمجهم وعايز يعني برضه. طب ده انت بتنعكش بلدك كرقيب اللي هو جزء من الاصلاح، يعني جزء من الاصلاح اللي هو بينادي بيه هو ان احنا فعلا يبقى فيه قوه رقابيه جامده جدا. في حاجات الحقيقه انا من كاقتصادي بقى بطالب بيها وهفضل اطالب بيها، واي بقعد مع بعض الاحزاب واقول لهم ارجوكوا اللي فيكوا في لجنه الدستور والناس اللي بيجتمعوا معاهم الحقيقه في الدستور من بره برضو، يعني احنا برضو عندنا مشكلة حقيقة ان اللي موجودين انا لا اعيب فيهم يعني، لكن موجودين له ليس لهم خبرة كافية في وضع دستور او يعني قمم في ذلك، وفي نفس الوقت لا يستمعوا الى الناس بره يعني انا الحقيقة من الناس اللي بقى طالب عايزين نحط مادة في الدستور ممنوع منعا باتا نمنع تصدير اي مادة خام عشان نخلق قيمة مضافة، لان انت عندك كل حاجه بتطلع ماده خام وهنتكلم فيها بعدين كل ماده خام. طب ماده خام، طب انا بحرم شعبي وبحرم الناتج المحلي بتاعي من اي قيمه مضافه. عموما يعني انبسطت مثلا لما كانوا بيفكروا يجيبوا من وثيقه السلم عن مياه النيل، دي حاجه كويسه يعني، قصدي في حاجات كويسه وفي حاجات ناقصه، بخلاف بقى ان هو عايز واحد يقول انا عايز اتجوز بنت 9. طيب على فكره بقول عايز اقول للقوى المدنيه والليبراليه وحتى الاخوان سيبوه، طيب انا نفسي واحد من اللي بينادوا عايز يتجوز بنت 9 يخش يتقدم كده ويقول انا عايز اتجوز بنتكم اللي عندها 9 سنين، قسما عظما ان الراجل ومراته ان منادوا العماره وعبطوه وخد علقه بالفلكه ما بقاش خليه يقول انا عايز اتجوز بكاريكي يعني 9 سنين ايه؟ مين في مصر راجل لا يحلم ومراته يعلموا بنتهم انها بشهاده وخلاف كده 9 سنين ايه ده؟ بيقولوا كلام يعني مش موجود بيستفزوا بيه الناس. خلينا ننتقل الى اخر بند في تقاريرنا بقى، الى من هو البابا القادم. من هو البابا القادم يستدعي كلاما حول لائحة انتخاب البابا، يستدعي كلاما حول الاقباط ومطالبهم وحول هذه العملية الانتخابية والى مآلها هيكون ايه. خلينا نشوف التقرير ده، من هو البابا القادم، ماذا يقول الاقباط عن انتخابات البابا. نظم مجموعة من الأراخن الذين لهم حق الانتخاب في اختيار البابا الجديد مؤتمرا بعنوان إنقاذ الكرسي البابوي المرقسي، وأكدوا أن هناك عددا من الطعون المقدمة ضد 17 مرشح للكرسي البابوي، وأنه لا بد من الفصل فيها قبل انتخابه، وأن هناك هواجس حول مؤامرة لاختطاف الكرسي البابوي. قلنا نعمل مؤتمر صحفي نعلن للعالم كله احنا ولاد الكنيسة، لكن في نفس الوقت نبه علينا قداسة البابا الأنبا شنودة قبل ما يموت إن هناك مؤامرة على الكرسي المرقسي، وإحنا قلنا ندي فرصة ونشتغل ونشوف جايز، لكن لما نيجي نلاقي تكتلات بعينها موجودة لاختيار أناس معينين إحنا وقفنا، هذا لا يحدث من الكنيسة. هل تم اختيار القائم مقام طبقا لصحيح القانون وطبقا للائحة الخاصة بالأقباط الأرثوذكس أم لم يتم طبقا لأحكام القانون؟ لو بصينا هنا للائحة نجد أن اللائحة
أو أن الاختيار القائم مقام لم يكن صحيحا من الناحية القانونية، وذلك لأن الجهات التي قامت باختيار القائم مقام ليست هي الجهات التي حددها القانون. كما أكد الحضور على أن تشكيل لجنة قيد الناخبين جاءت بالمخالفة للقانون الذي تحكمه المادة 20 لعام 71. هذه اللجنة انحرفت بالمسار. احنا في هذا الوقت وقفنا، احنا كمجموعة ناخبين ومجموعة أقباط ليهم اسم، ووقفنا وقلنا لا، وأقمنا قضية أمام مجلس الدولة هتنظر يوم 12. هذه القضية فيها أوجه العوار اللي شاب العملية الانتخابية. ليه إنقاذ بالتحديد؟ إنقاذ لأنه تعرفين القضاء ممكن ياخد وقت في الطعون دي، فلو القضاء فصل في قضية من القضايا بعد ما انتخبنا البطرك وجاء على الكرسي البابوي لن يفيد شيئا في هذه الطعون فيما أظن، لأنه مش معقول هيجي البطرك بعد كل الإجراءات دي ونقول انه يعني تشوب الانتخابات ويشوب بعض الناخبين بعض الشوائب فنعيد الانتخاب، مش هيحصل الكلام ده. اعتقد انه يعني ضرب من المستحيل. المأزق الذي يحذر منه الحضور في المؤتمر هو انه ان لم يتم الفصل في الطعون المقدمة على المرشحين قبل بدء الانتخابات في نوفمبر المقبل ستكون هناك مشكلة، لانه لا يصح بعد انتخاب البطريرك التقدم بدعوى قضائية لإسقاطه. بمناسبة القضية القبطية، يعني احنا بنتكلم عن وجود لسه أسر في رفح، أسر قبطية لا زالت موجودة في رفح. طبعا عندنا حكومة بتزعل قوي من حكاية تهجير، انما لما يجيلك انت كمواطن مصري في أسرتك في قرية تهديد انك لو مشيتش خلال 48 ساعة هنحرق البيت فتمشي خوفا وزارا، ده ساعتك باسمه تهجير، لان ده اسمه ترحيل قسري، اسمه هروب. وبالمناسبة ده بالضبط اللي حصل في نكبة 48، ده اللي حصل مع الفلسطينيين، ده اللي حصل مع اللاجئين، عشان بس المسألة تبقى واضحة، بنفس طريقة الترويع والترهيب والمطاردة والملاحقة. لما صرخ الإعلام المصري وصرخ مثقفو مصر وقالوا دي كارثة سودة انه يحصل ان 14 أسرة قبطية في رفح، سبعة بعد الثورة مشوا نتيجة الانفلات الأمني وما جرى لهم، سبعة تانيين مطالبين بالقصر وبالقهر وبالغصب انهم يسيبوا البلد، بسرعة مع النفي الحكومي الرئيس مرسي قال انه لابد من عودتهم، ثم فجأة برضو افتكر الامن وافتكر الجيش انه يحرس الاسر دي وهي موجودة بالمدرعات، يعني يحرسها في رفح، هيحرسها ايه، اسبوع يوم 10؟ لكن السؤال الوضع ده هيستمر لامتى؟ وضع ارهاب الناس ودفعهم الى الهجرة من بلدهم او ترك بلدهم بالخوف وبالذعر، حالة التطهير الديني دي، ها هيقولك يعني انتوا بتكبروا في الموضوع، انا مش فاهم. يعني لما بنتكلم على نسبة 100% من اقباط رفح بنكبر موضوع ايه يعني؟ ثم ان الموضوعات دايما كده بتبدأ بمستصغر الشرر، ومين قال لك انه فجأة؟ وزي ما شرح لنا الاستاذ شيرين القاضي كان 12% من تركيا من سكان تركيا مسيحيين، بعد تولي اردوغان وبعد كام سنة هم توليه بقى اقل من 1% من سكان تركيا مسيحيين هجروا. لما بنتكلم على 3 مليون مسيحي في العراق بعد الغزو الامريكي للعراق وظهور بقى الجماعات المتطرفة والإرهابية واللي بتتمسح في المقاومة ضد الامريكان، انتهى لانه في 2 مليون مسيحي عراقي سابوا العراق وهجروا. فيعني هذا امر ليس كلاما في هواء، بل ارقام واحصائيات والعالم كله شاهد والعالم كله شايف، في الموصل وفي غيرها في العراق أخليت مدن بالكامل من مسيحييها. فلما نقول ده خطر يبقى ده خطر، لما حد يهون من هذا الخطر يبقى مشارك ومتواطئ. وكمان العملية نسر مش معناها ان الأقباط تطير من سينا، العملية نسر معناها انه المصريين يعيشوا في سينا. نفس القصة الخاصة بالإنجيل، لما يجي النهاردة
محاكمة أجلت إلى 14 أكتوبر، محاكمة أحمد محمد محمود عبد الله الشهير بالشيخ أبو إسلام وابنه في قضية حرق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية، أجل 14 أكتوبر. وبرضه خد بالك، أنا شفت النهاردة صور المظاهرات المحيطة بالمحكمة وكلها يعني أخوات منقبات ورافعين شعارات يعني تتضامن مع حرق الإنجيل. وأنا برضو بسأل نفسي، هي دي إيه رأيكم؟ دي حرية تعبير؟ دي حرية تعبير؟ يعني هل المفروض أنه الناس تطلع تقول كده ببساطة وتطلع تتظاهر كده ببساطة، ولا الأمور يعني دي تتجاوز إلى حد على الكراهية وإلى يعني التمييز الديني وإلى ازدراء الأديان، مش كده ولا إيه؟ ولا هي على ناس وناس، تمشي على ناس وتمشيش على ناس؟ هنشوف النهاردة. أيضا توفيق عكاشة صدر حكم ببراءته من تهمة سب وقصف للكاتب الكبير الأستاذ الأديب العالمي علاء الأسواني، لكن في نفس الوقت تم يعني احتجاز توفيق عكاشة في اسم الشرطة حسب ما بيقول لنا الخبر اللي جاي من مديرية أمن الجيزة أو اسم أول مدينة نصر، أنا آسف، وتم إخلاء سبيله. لكن بعد عدة ساعات قالوا عليك قضايا مش عارف إيه، وقضايا كلها طبعا غيابية وقضايا جنح، فلغاية ما الراجل يعني عمل معارضة. وأنا بقول إنه ده، أنا بقول بوضوح ده جزء من الإرهاق السياسي والمطاردة السياسية باستخدام القانون. والنهاردة بيحال أحمد شفيق لمحكمة الجنايات بتهم خاصة ب يعني إجراءات في وزارة الطيران. وبقول أنا بوضوح إن ده مرة أخرى أحذر من استخدام السياسة في القانون والتلاعب بالقانون لصالح السياسة. وظني أنه لا يمكن أن تأمن لعدالة قضية أيا كان المتهم فيه، زي ما كنتش آمن إطلاقا لعدالة قضايا تنظر للإخوان المسلمين في قضايا الإخوان المسلمين أيام مبارك، ولم أكن أعتقد أبدا أن هذا الحكم سيكون عادلا ويخرج من قاضي مستقل. أنا أزعم نفس الزعم عندما يقف خصم الإخوان المسلمين متهما في قضية، فأنا لا أضمن عدالة لهذا الخصم، كما لم أكن أضمن عدالة للإخوان المسلمين في فترة مبارك. وده استخدام سياسي للقانون وهو لعنة عمله بالمناسبة أحمد شفيق أول من تورط فيه، أول ما جه ودخل خمسة برضه من وزراء ويلحق وأحمد عز وبتاع عشان يبدو أنه هو ومبارك بينقوا يعني منظومة الدولة والحزب الوطني من المتورطين. نفس الاستخدام السياسي للقانون اللي هو بيصيب بلعنة من يقدم عليه بوضوح. أخيرا أحمد شفيق رد النهاردة على فكرة أنه قال بوضوح أنه في إخوان زاروني وقعدوا معايا قبل الانتخابات وفوضوا معايا. فالإخوان ده بمناسبة أن ياسر برهامي طلع قعد معايا وأشرف ثابت وكيل مجلس الشورى والاثنين في حزب النور، فلم وكيل مجلس الشعب آسف. فلما أعلن هذا الأمر قال أحمد شفيق أنه كمان في قيادات إخوانية قعدت معايا، فالإخوان طلعوا قالوا إنه لا كذاب، إنه ليس حقيقيا، إنه حتما فعلا يكون فطلع القيادي الإخواني ورجل الأعمال الإخواني الشهير الجناح الاقتصادي للإخوان المسلمين حسن مالك، وقال إنه قعد فعلا مع أحمد شفيق وراح له البيت والتقى بيه عدة مرات في البيت وخارجه. لكن ده بمناسبة إن شفيق كان عايز تأييد الإخوان المسلمين له في الحملة الانتخابية. طبعا إذا كنت أنت هتصدق كده فده موضوع يعني يستدعي إن إحنا كلنا نروح نزور طبيب نفسي بسرعة، لو هنصدق إن أحمد شفيق كان عايز تأييد الإخوان المسلمين. لكن أحمد شفيق طلع وقال أنا يعني قابلت زارني فعلا حسن مالك وزارني غيره مش عايز يقول. لكن واضح إنه الإخوان الحقيقة كانوا بيفتحوا على كل الجبهات، ودخول الوقت بعد عمر سليمان الناس كلها كانت قاعدة تسب في أحمد شفيق وتلعن في أحمد شفيق والثورة عشان الثورة، والإخوان بيقعدوا معاه زي بالظبط ما كان ميدان التحرير كله لعمر سليمان ولا يمكن نقعد معاه، وكان الإخوان قاعدين معاه دايما متعودة دايما. الله يرحمه عمر سليمان. لا بس هم كانوا بيترعبوا منه يعني مش زي شفيق يعني.
عمر سليمان بالنسبه لهم كان كابوس بصراحه. قعدوا معاه اثناء ما الشارع كله كان ضد عمر سليمان في الثوره في 18 يوم بالظبط كده. اللي قعدوا معاه وتفاوضوا معاه وكان الكتاتني محمد مرسي بالظبط كده. واكاد مش عارف لغايه انا خايف احسن يكون الكتاتني لغايه دلوقتي ما رجعش العربيه. واكاد اقول لك ان نسبه ال 40% دي كانت محدده مسبقا في اثناء هذا الاجتماع. اه بقت 42 وانا انا مسؤول عن ما اقوله يعني. ما هو لما حصل حل البرلمان ال 42% ده بس فضلت العربيه مع الكتاتني. هم السلفيين اللي جولهم مفاجاه يعني. السلفيين كانوا متوقعين يبقوا 15% لكن الناس بيحبوهم بشغلهم وارضيتهم القديمه في الجمعيه الشرعيه ففاجئوهم بال 25%. والنهارده السلفيين على فكره برضو كنت حضرتك بتذكر البرلمان، انا متوقع الانتخابات الجايه هتبقى 50% اخوان و40% سلفيين وال10% بقى الباقي كله. والباقي كله؟ كله. يعني نجاح ساحق للاخوان. تمام. والسلفيين 40%. ولذلك انا دايما بقول لكل القوى المدنيه. مش برلمان بقى ده. لا لا بقول لكل القوى المدنيه والليبراليين وكله حطوا ايديكم في ايد السلفيين. يعني كتكتيك لانه مش هنقدر. هو عندي نسب شديده في التفاؤل والروعه بيقولها لنا الاستاذ شيرين القاضي انه المدنيين 10% والسلفيين برغم انشقاقهم 40%. اه ولو تاخد بالك برضو خد خطاب الدكتور عصام عريان برضو لسه بيوجه اللوم على الليبراليين المدنيين. احنا احنا اللي بنعوق التنميه واحنا بنعوق المسيره صحيح. والناس ما فيهاش في ايديها حاجه ومحدش بيعوق حاجه لان احنا بنتكلم في كل ما هو فرعي بعيدا عن جوهر العداله الاجتماعيه وستر الناس والاقتصاد الحقيقي. لا سؤال، هي السؤال بقى اللي هنجاوبه بعد الفاصل، هل الناس مهتمه بمصلحتها ولا الناس تحت دعايه فكره شرع الله ودول الناس بتوع ربنا وبتاع، وانه طول ما تيجي تكلموا عن ايه مصلحتك يا ابني هي شرع ربنا اينما تكونوا فثمة وجه الله، واينما تكونوا واينما تكون المصلحه تكون الشريعه، تشرح له الكلام ده يجي يقول لك لا يعني دول بتوع ربنا. حضرتك راجل متبحر وقارئ ويعني لتاريخ قديم، انا كمواطن عادي انا الحقيقه مش قادر افهم. انا مش بلوم السلفيين بقول لا دول اكيد في حاجه غلط، لا انا بقول انا مش فاهم ايه هم اللي بيطالبوه، ايه اللي مختلف عن الشريعه اللي انا نعرفها من الازهر، لان انا حفيد شيخ ازهري شيخ محمد سليمان القاضي الله يرحمه، ده استاذ قيادات كثيره كبيره ومنهم ما توفوا كمان. فانا مش انا لحد دلوقتي احترت بقى، فيا ريت هم يقعدوا مع بعض ويطلعوا يقولوا لنا ايه هي اول ما يقولوا هقول لحضرتك. اه يا ريت بس وخلاص يعني احنا يخرجونا من هذا الملعب، زي ما انا مثلا نقعد انا ومجموعه اقتصاديين فبدل ما نشغل الناس بقى بالنظريات واللي هيحصل احنا نتكلم مع بعض ونطلع للناس بحاجه مبسطه. احنا محتاجين كده الحقيقه بدون ما نعيب عليهم. ماشي طب قولوا لنا، اقعدوا مع الازهر اللي يفهموا. هتقعد معايا انا وانت، انت ممكن ترد عليهم، انا ما افهمش ولا الناس تفهم ايه اللي هو. خلينا في اللي انت فيه ضليع. بحاول يا فندم. وهو الاقتصاد وهتفاجئوا بما لم تفاجئوا به من قبل، لكن بعد فصل. تمام. في بيانات مش واضحة. تتذكر لما دخلت معاك مداخلة وانا سعدت بيها اشكرك، يعني مداخلة سريعة من اسبوعين وقلت لك يعني ابسط الامور جهاز التعبئة والاحصاء، بصيت لقيت ان الجدول اللي هو بيقوله بنصدر غاز فين ما بنصدرش لاسرائيل، وانا قلقان جدا. لا ما جابوش سيرة، لا ما قالوش لا نصدر، لا ما فيش هم عدد الدول ما فيش دولة اسرائيل. فبالتالي في حاجه غلط طبعا. انا لا اعيب في جهاز التعبئه والاحصاء، جهاز التعبئه بينزل ياخد هذه البيانات من وزاره البترول وده بينزل ياخد من المواني وخلافه، في حين انا جايب خريطه احنا بنوريها للناس احنا بنصدر غاز قد ايه. ده ايه ده ما تقولش احنا يعني روسيا مثلا عندنا غاز مغرقنا وخلاص ما بقينا تنفذ غاز فصدرناه. بنصدر لدول، يا ريت حتى واحنا بنتكلم سريعا يجيبوا لنا الخريطه، هي الخريطة الوحيدة اعتقد خريطة الوحيدة. ملهاش رقم. رقم ستة، رقم ستة الخريطة ودي جاية من بريتش تيليكوم بريتش بتروليوم ودي شركة عريقة كبيرة وعندها حصر كافة بيانات تصدير المواد البترولية في العالم. احنا بنصدر ل 22 دولة ممكن ما تتخيلوا، اسرائيل والاردن. خريطة موجودة دلوقتي. اسرائيل والاردن وسوريا وخلاف في خلال مواسير، والباقي غاز سائل بيركب على المراكب ولا ايه؟ على المراكب الى العالم اللي انت شايفه ده. اه كل ده احنا بنطلع الغاز ده لامريكا لمكسيكو كل شيلي كل حته صدر غاز للشيلي وفرنسا واسبانيا وانجلترا وبلجيكا وايطاليا واليونان وتركيا والكويت والهند والصين وتايوان
واليابان وساوث كوريا كمان وكوريا الجنوبية. تمام. ايه ده؟ ايه ده كل ده؟ شفت الحلاوة دي؟ اه. كل ده؟ ليه؟ وما يقوليش بقى بيجيب ارقام منها، لان كل اللي بيجيبه على بعض ما بيجيبش 2 مليار دولار. ولا حتى مليار ونص، كل اللي احنا بنعمله كل ده. ده؟ ولعلمك كل ده احنا محتاجينه للمصانع، كل ده احنا محتاجينه عشان ما نستوردش غاز البيوتين اللي بنعبي بيه انابيب البوتاجاز. اه. يعني يا فرحتي ان انت بتصدر غاز كل ده ب 2 مليار وفي الاخر بنجيب ب 2 مليار بس عشان الانابيب البوتاجاز. تصدر ليه؟ آه. والكلام ده انا ما بشغلش الكهرباء بتاعتي ليه بالغاز؟ الغاز آه. آه احنا الكهرباء بنديها 55% غاز و45% مازوت وسولار، مكلفني لوحده 10 مليار زياده. آه. دعم مواد بتروليه عشان نخلق بترول. ولعلمك بقى الغاز بيحافظ على المكن ومعدات التصدير. يعني اخد 2 مليار اللي بتصدر بيهم ده واديهم للكهرباء امول بيها الكهرباء. انا بودي 2 مليار دولار تصدير غاز لكل ده وبرجع استورد 2 مليار دولار بس انابيب بوتاجاز، السائل اللي بيدخل في انابيب بوتاجاز اسمه سائل بيوتين. وانا ما عنديش السائل ده هنا في مصر؟ لا ما عنديش، لانه ده بيطلع من حاجه أعتمله؟ لا ما عنديش. آه. ما عنديش الماده اللي اسمها النفته. آه. النفته دي مش كفايه ان انا اعملها، فبالتالي انا احسن حاجه عندي الغاز. لكن انا عايز اقول لك بقى حاجه خطيره جدا، احنا اذا كنا كمان هنفضل سايبين سينا بهذا الشكل. لان سينا وكل البحر المتوسط الاقليم الشرقي ده كله شمال سينا بالذات كل ده غاز، ولازم نبدأ بكره الصبح. كنت اتمنى الرئيس هم لقوا في لبنان على الساحل البحر هو وفي اسرائيل وفلسطين المحتله وفي خناقه دلوقتي على الحدود. هي مش خناقه بقى فن. ولذلك لازم الدكتور مرسي ارجوه انه يفكر تاني وتالت ورابع ويقتنع. واتمنى ان اجهزه المخابرات تبقى مصحصحه معانا، وبرضه السيسي كان مخابرات عسكريه فالمفروض يبقى عارف. الخناقه دي كلها مبنيه على ان مين له حصه بقد ايه النسبه. آه. وقيست النسبه بيه بطول الكيلومتر مساحتك في الحوض أنا اللي هو الحوض اللي تركيا. آه. ولافف ده. آه. سينا احنا 165 كيلومتر يبقى لنا 22% من الغاز اللي يطلع من كل البحر المتوسط ده فعلا، عشان كده هيقسموا سينا وعشان. آه. كده بقول له ما ينفعش اللي احنا ماشيين بيه. ما ينفعش. وبعدين انا مش فاهم، طب الجيش بياخد مننا في السنه 25 مليار جنيه الاول عشنا في عمليه. اه, آه. بالظبط. هي اسمها سينا ولا اسمها ايه؟ العمليه اسمها ايه؟ ما اعرفش. الاول ايام طنطاوي كان نسر وبعدين بقت سينا. اه يعني ده طلع. وبعدين اهل سينا اهل سينا بيقولوا احنا ما سمعناش على حد اتقتل يعني. آه. في تفجيرات في حتت فاضيه. فلا ما ينفعش احنا كده بنهزر بجد. وبعدين فجاه تلاقي بنهزل في محل الجد كمان. بالظبط. آه. يعني تلاقي فجاه قانون طلع اللي هو حتى ايام مبارك ممنوع حد يتملك في سينا غير مصري الا بموافقه رئيس الجمهوريه، وكان يمتنع يعني ان يوافق لحد. النهارده فجاه انا بفكر واطلع قانون مؤقت انه املك بنسبه 49% الاجانب، يبقى انتوا وبعدين يبقى بطلع بقى. ومع ده بسلح اهالي سينا التسليح ده. احنا بنقول التسليح غير شرعي وبنقول تجاره السلاح وبنقول مهربين السلاح، فيطلع تقنين ويقول له سلح. معقول ده شلح مش سلح؟ ما هم متسلحين عشان يحموا روحهم يعني. بمجرد بقننهم الحكايه دي بس. انا المفروض انا عارف الناس دي فين. فين بقى قواتنا العسكريه وامكانياتنا؟ هقول لاسرائيل والنبي ثواني بقى شويه عشان اخلص على الناس دي. الناس دي ما تاخدش في ايديا ثلاث ساعات بجد، مش ثلاث ساعات، مش ثلاث اشهر هزار. النهارده سينا دي لو بس زحفوا عليها. اتكلموا على البعد الاقتصادي ان سينا ممكن يا جماعه يتلعب فيها لا لشيء غير لكسر حصه نسبه مصر في الغاز اللي هيكتشف في البحر اللي هو موجود دلوقتي. الخناقه كل واحد ياخد قد ايه منه. تمام. فانا كنت اتمنى من اللقاء اللي سافر بيه الدكتور مرسي للصين، تعالوا بسرعه طلعوا لي غاز هنا من الميه وبترول يعني. وتعالوا كمان الساحل الدولي. الشمالي. آه. ليه بقى؟ لان العقود اللي بيننا الدائمه اللي على طول تركه مع امريكا وانجلترا وخاصه امريكا، عقود فيها ازعاج يعني. طيب. احنا شفنا الصين نزلت طلعت بترول لشمال السودان من 10 سنين ب 50 50%، 50% حصه الشريك الاجنبي، 50 امريكا بتتعامل معانا 70 30، 50 50 دي احسن. انا مش عايز ما بنقولش عادي امريكا، ده انت بس لو اتفقت اتفاق مع الصين مره وجبت شركه برازيليه، وعلى فكره ايام عبد الناصر ابتدى بشركات البترول بتاعتنا كانت امكانياتها وقدراتها الفنيه اقوى من البرازيل زمان. النهارده البرازيل بقت شركاتها عملاقه. البرازيل تيجي معاك ب 60 40 50 50، مجرد ان يبقى عندي عقدين بس زي دول اقدر اتفاوض بعد كده مع امريكا. ده زي ما كان عبد الناصر عمل تنويع مصادر السلاح، عمل تنويع مصادر التنقيب. تمام. تمام. يعني مش معقوله النهارده انا من حقي اقول بقى يا جيشنا انت تاخد مني من الشعب 25 مليار جنيه في السنه من الموازنه غير المليار دولار بتوع امريكا، مالناش دعوه بيهم، ونفسي نخلص منهم عشان الاستقلال السياسي يبدا من ان احنا نستغنى عن المعونه.
اللي هما 8 مليار جنيه من 400، خدهم يا سيدي مننا وريحنا، عشان المليار ب 300 دي يكشف بيه اسرار. انت عارف النهارده لو احنا حبينا يعني نتجسس على سلاح اسرائيل نصرف قد ايه؟ المليار و300 دي ولا حاجه، ده رقم عبيط قوي، وبناخد بيه عشان هو كاشف كل اللي انا عندي من اسلحه واسرار التسليح. النهارده انا بطالبهم بقى بجد لازم الحفاظ على سيناء، ما ينفعش نهزر اكتر من كده مع الناس اللي عماله تعربت في سيناء وترفع رايات سودا بتاع مين دول. انا مش عارف هو مين دول، ده ممكن يعني ده مش بس يا جماعه خطر سياسي، في قوه، ولا خطر امني ولا خطر وطني، ده فوق ده كمان ده خطر اقتصادي. تمام. ولو يجوا بقى حماس ياخدوا حته وشمال سيناء نتخانق بحته، وبعدين نلاقي اليهود برضه بنلاق في حته، فبنلاقي بقى ما بقتش 22%، ما اتقسمت بقى. دي خطوره الموضوع. طيب ده تصدير الغاز الذي نسال انفسنا لماذا نصدر اذا كنا نحتاج. هم عندهم اجابات اكيد يا دكتور شريف. ما اعرفش الدكتور انديب بقى لما يقول هو فرحان ب مثلا انه برضه انا بقول لك هو طيب يعني وبرضه عشان هو ري برضه بيزنقوه الراجل بتاع يعني ري يعني. يا ريت احنا كنا عايزين نسمع منه بقى خطه جديده لطريقه الري ومكان وزير الري كان عامل ايه، والميكنه الزراعيه وازاي نحافظ على الميه. كان وزير الري وما عملش حاجه يعني يفضل رئيس وزراء ويان في الري خبرته زي ما كنت اتمنى اشوف من عصام شرف خبرته في الطرق، وما شفناش برضه حاجه يعني مش عارف حتى شفنا طرق السد وكلها اتعوجت واتخربت ومفحوقه. لا هو سدنا الطريق. فالحقيقه برضه هو الحقيقه اللي حصل ان الست بتاعت صندوق النقد جت زياره مصر، جد قعدت معاهم 3 ساعات وراحت بعد كده زارت الاهرامات، طلعت اول 3 صخرات وبعديها فجاه فوجئنا انه شركات التصريف الائتماني حسنت الائتمان لمصر. تخيل بقى لو كانت لغايه الهرم مثلا، تخيل لو كانت طلقت ووصلوها لفوق. احنا ما خدناش حاجه لسه، حواس موجود ده. ايوه يا سلام، هو الراجل رائع كان وراح العجل فعلا. احنا ما خدناش حاجه لسه على اي اساس؟ عشان تعرف برضه دي حاجات كلها مسيسه سياسه كده. هم عايزيننا ناخد طعم صندوق النقد، ندلعك شويه ونجيب لك 100 امريكاني من رجال اعمال برضه مفيش مانع 3 ايام يشوفوا حاجه، وبعدين الائتمان يقولوا لا ده مصر هايله. انا مش شايف هايله منين يعني، لسه ما احنا لسه ما تحسناش عشان يديني جوده الائتمان. اذا كان التقرير ده هيحسن طريقه الاقتراض، فانا اقول لهم طب انتوا نسيتوا ليه بقى فجاه؟ اصل صندوق النقد ده حاجه قديمه ومتخلفه ان انا اروح اقعد معاه. احنا بقى لنا فتره ما حبينا نصدر ونستلف، نصدر سندات دوليه الى الجميع، ما حدش بينزل لنا بعينه بدون شروط، بيقول ان مصر هتقترض سندات دولاريه لمدة 7 سنين 8 سنين هتعمل بيها مشاريع، يعني هتردها سندات. يعني انت بتطرح سندات بتقول انا حسب سندات نفسها اللي بطرحها دي يعني سندات بطرح سندات، انت بتاخد اداة دين فبقول انا حكومة مصر استلفت منك دولار، اديني ورقة شهادة بالظبط، هرجع هدفع لك فايدة عليهم بالانجليزي، هدفع لك عليهم فايدة وبعد 7 سنين هرجعهم لك. احنا عملنا كده كتير وجات مؤسسه مشهوره. في افراد ممكن يشتروا كده؟ الافراد بتشتري والبنوك المصريه بتشتري والعالم كله بيشتروا، وبعدين بعد 7 سنين تردهم بالفايده بقى. ترد؟ لا، الفايده بتدفع كل 6 اشهر او كل 3 اشهر. هو اللي بيدفع لي؟ انا اللي بدفع له. انا كمقرئ، انا المستلف. ايوه مصر المستلف. وانا اللي مسلفك. وانت انا بدفع لك بالظبط كده، وبعدين بعد 7 سنين ارد لك عشان اقف على رجلي. زي اللي عامل وديعه في بنك وبياخد بالظبط كده. انت بتستفيد منها ايه بقى؟ انا بتمشي كمقرض. انا باخد وضع بقى بعمل بيه مشاريع. لا انا بقول لك مثلا احنا عندنا اذا كنا بنقول انه ده مش بيعمل كل في الدين وبيعمل كام بقى يا فندم؟ 4-5% على الدولار. وانا بقول مش هحرك الدولار وزي ما هو. طب انا بستلف ب 16% و15%. الخطوه اللي قال عليها اننا نزلنا الفايده على الجنيه المصري 1.5 دي مؤقته. احنا عندنا الحقيقه اصله محافظ بنك مركزي على مستوى عالمي حريف يعني حقيقي، والتيم اللي موجودين معاه، فهو لما يهز ثقه السوق شويه يروح منزل سعر الفايده دي، فالناس تلحق انها ايه تربط معاه مده طويله يعني. دي بعض اساليب الحرفيه للبنك المركزي، ازاي ما يخليش الناس تفضل تطالبه بسعر فايده عالي عشان يوفر على الدوله بعض من الايه قص الفايده اللي بتدفع على الدين. بس انا الحقيقه كنت شايف انه احنا هنرجع لها تاني بعد شويه، لان احنا مش هينفع ناخد صندوق النقد اللي انت زي يوم ورا يوم بيقولوا شرط من الشروط. ايه بقى الشرط منها مثلا؟ يعني امبارح وزير اي شرط؟ لا ما احنا عارفين ان هم لسته شروط. لسته منهم كذا شرط؟ امبارح وزير الماليه مع خير رمضان قال له كانوا عايزيننا نخفض العمله ورفضنا. ايه ده والله؟ يعني قر قصاد خير الاسبوع اللي فات مش عارف كانوا عايزيننا نعمل ايه ورفضنا.
هنلاقي كل شيء دلوقتي ولا كانوا ايام لا دلوقتي دلوقتي يعني من دلوقتي عايزين نخفض العمله اه فقالوا له رفضنا فاحنا عليه بعد شويه مش هينفع نستلف فبنضيع وقت ما ينفعش نرفض لا ما ينفعش ناخده ليه اصلا انا نفسي اقول لحضرتك حاجه سنه 2005 استاذ ضريب مش حضرتك كنت عايش معانا في مصر اظن والناس الشباب الحلوه دي كان في حاجه مشكله في مصر في 2005 كنت حاسس ان في مصر مزنقه وخنقه تعرف كان كام حجم الاحتياطي الاجنبي بتاعنا اللي هو بالعمله الصعبه 15 مليار دولار زي دلوقتي ما كناش بنشتكي انت ما عندكش عندك خنقه جنيه ما كناش بنشتكي علشان ما كانش وصل ل 32 بس ما كناش بقى تعبانين النهارده انا معايا 14 ل 15 مليار دولار انا عليا بقى الاول امسك الانفاق الاول طيب انا برضو كنت مطمن ان معايا 15 مليار في البنك لان انا كان كل شهر شايف السياحة بتجيب والقناة بتجيب وإيرادات المصاريف خارج بتجيب تمام دلوقتي أنا معايا 15 نفسهم تمام بس شايف السياحة بتجيب قليل قوي والمصريين أكتر الحقيقة والقناة كويسة مش وحشة أنا زعلان ليه صحيح خلينا بعد الفصل أعرف من خبيرنا الاقتصادي الكبير شيرين القاضي إحنا زعلانين ليه بعد الفصل هيغلي 92 95 قوي قوي هو كل هيوفره مليار يعني احنا ولما نقدرش يجي جنب 80 ما يقدرش طبعا التاكسيات والنقل هتبهدل الدنيا يا ليه بعد كده السولار بقى ودي كارثه كبيره جدا السولار ده ما حدش يقدر يجي جنبه ليه النهارده لانه ده عايز منظومه تانية وتخطيط تاني فاحنا عايزين نقول له في حلول سريعه الاول قصيره الاجل وبعدين على مهلك لان السولار ده مرتبط بالجرار الزراعي بموتور الميه بالنقل باللي بتنقل بضاعه بالميكروباص بالتوك توك هتمس دول هم اوريدي الاسعار كل حاجه غليت نتيجه النقل والنقل بياخد من سوق السوداء سولار فاول ما دفع 2 جنيه و2 جنيه ونص في اللتر مش هيمشي حاله خلاص غليت كل حاجه اللي احنا بندفع فما يقدرش يجي جنب ده وده خطر دلوقتي ما يتعملش كده دلوقتي خطر على مين؟ خطر على البلد انت هتقول لنا يا فندم الصح ولا هتقول لنا السياسي؟ لا انا هقول يعني المفروض يتعمل لا ما هو ولا اللي له مخاطر سياسيه؟ ايه اللي اقدر اعمل؟ ما طبعا له مخاطر سياسيه بس انت مش في الحريه والعداله لا بس انت دلوقتي لا في نعم احنا في العداله لا احنا كلنا لازم نخاف لانه القضيه النهارده مش قضيه ان انا هو انا لو قعدت اتفرج على فشل الحريه والعداله مش فشل يعني انه ما في الاخر بيحقق الحل المطلوب وان كانت كلفته السياسيه عاليه المهم انه يحل المشكلة لانه لو ما حلش المشكلة هندفع الثمن بعد سنة وهو برضه مش حد تاني لا يدفعها فانا بقصد انت بتقول لنا الحل بناء على اللي المفروض يتعمل صح ولا اللي ما يكلفش كتير سياسيا لا اذا انا الحاجة دي قدامي المفروض افكر ايه اللي اقدر اعمله بدون ما اثر على الناس وبعدين المعيار مش عايز اثر على الناس بالظبط طيب ازاي واحدة واحدة عظيم نعمل ايه بقى المازوت اللي في الاخر ده كل المازوت اللي انت شايفه ده اولا الكهرباء برضو بتاخد جزء من المازوت وبتاخد جزء من السولار بيكلف 10 مليار والمازوت ده كله مصانع كله مصانع طيب انت مستني ايه على المصانع مصانع بتطلع منتج المنتج انا بشتريه اديله المازوت بسعر اللي انا ما يعني اوفر 12 مليار جنيه ان المصانع تدفع سعر المازوت بدون دعم طب وانا اعرف منين انا كمستهلك ان المصانع دي مش هتلبسك الفرق لا مش هتقدر لانه بقى في النهارده في مصانع كتير من اللي بتصدر فاذا فكر يغلي بضاعته هنا فجاه تلاقي البلد اللي بيصدرها تتهمه ان هو بيبيع رخيص قوي بره وبتتهمه باغراق ثانيا ان في عقد ممكن نتكلم فيه مع الشركات انت مصنع الاسمنت اللي انا بودي له مازوت مثلا نصارك انا المفروض ادي له غاز صراحه برضو يعني بس مصنع الاسمنت اللي بودي له مازوت هو بيبيع طن الاسمنت ب 50 جنيه تكلفته 185 او 200 لما ارفع الدعم على المازوت هتصل تكلفته الى 220 230 لسه 50% مكسب فيعني مش وقته لانه هي 100% مكسب هي فكره على فكره احنا برضو قاعدين رجال الاعمال قاعدين في جزء يقولوا لا لا مالناش دعوه بس رجعوا كل حاجه طبيعي لا ما فيش حاجه اسمها مالناش دعوه هم مش قادرين يفهموا ان لو الناس ما استقرتش وطبقنا العداله الاجتماعيه لا مصنعه هيشتغل ولا هو في بيته في مأمن ونفس الحكايه زي ما بقول لك انا في نفسي انا مش هقدر اتفرج على فشل الحريه والعداله او الحزب الحاكم لان هي حط النار حطلنا جميعا وفي نفس الوقت على فكره طب هو انا عايز اسال سؤال يعني هل في حد سلفي او حد حريه وعداله او اخوان بيجي له الابوه ب 3 جنيه لا ما كلنا بندفع 30 40 يبقى طيلنا كلنا يبقى لازم نفكر في حلول معينه البيوتين ده يا فندم الغاز اللي هو بينبل بيه الانابيب وتجاز هم سنتين وصل الغاز للناس خلصت من القضيه دي
الحل الثاني المؤقت دلوقتي اللي قلته لحضرتك في 3000، وعشان كده دي برضو كلمه اكذوبه الدعم. الدوله بتدي انبوبه البوتاجاز ثمن الانبوبه ب 2.60 جنيه، بتقول الراجل بيعها بثلاثه، الموزع اللي انا مرخصه، انا وانت مواطنين واقفين نتفرج اهو، الراجل خدها ب 3 جنيه باعها للمواطنين ب 30 جنيه. يبقى هو كسب مجموعة دول كسبوا كام؟ 13 مليار. الدعم اللي الدولة كلفته كام؟ 13 مليار. ايه علاقتي انا كمواطن بيها؟ انت يا حكومة عندك منظومة خاطئة بتدعم ربح لموزعي البوتاجاز. كم موزع بوتاجاز عندنا في مصر؟ 3000. 3000 موزع بوتاجاز؟ بيكسبوا 13 مليار جنيه في السنة. دول مين دول؟ اسمائهم موجودة دي؟ لا لا، هو معروف عند شركة بتروجاز، هما اللي بيرخصوه. انت 200 انبوبه في اليوم، انت 500 انبوبه في اليوم، الناس دي لازم تتسحب منها تراخيصها، خلاص خلصت عهدهم. خلص، انزل للاحياء تاني للشباب واقول لهم خدوا التراخيص. يا جماعه حكايه الانابيب دي زي الدقيق في المخبز، الدقيق بيجي لصاحب الفرن مدعم، يقوم الشكاره او الشوال زي ما هو، يقوم طالع بره بضعف الثمن، وهو اللي يكسب ويبقى العيش عندك اقل. تمام. نفس الحكايه هنا في نفس الحكايه لما نيجي للعيش. لا لا، ده القصه بقى كبيره قوي في القمح يعني. لا لا، القصه احنا لسه ما سبناش الطاقه يا فندم. تمام. رغم ان العيش طاقه طبعا قويه جدا، لكن احنا ايه الحل؟ احنا بندفع 86 او هندفع 90 مليار جنيه لدعم المواد الطاقه. تمام. طيب بنجيبه منين؟ نعم، انا لازم ارفع بقى الدعم عن اللي اقدر اللي هو يتحمله. يعني قلنا هنرفع الدعم. طب لما الراجل جه قال لي انا هوزع بالكروت الذكيه مش بالكوبونات، لا ولا حاجه ولا تعمل حاجه، يعني الراجل مش هيدي لك الانبوبه. معلش ما عنديش. الموزع طبعا هيقفل المخزن يقول لك ما عنديش، وعايز يعملها زي محل التبويب كده، طه يدي لك السكر بتاع الدعم. لازم تتسحب التراخيص من الموزعين ونديها تاني للاهل في الحي لشباب او ناس شيوخ طيبين يراضي انه يكسب 2 جنيه و3 جنيه في الانبوبه، وهيبيعها لك وهتصل الانبوبه كويس. نخلي حزب النور يوزع لنا انابيب ويسيبوا السياسه مثلا. طب ما هو لا ليه، لا ليه ما طيبين. ليه ما يتعلق، ليه ما يروح الجمعيه الشرعيه ما تروح تاخد تطلب من الحكومه تقول ادونا كام تراخيص احنا وريكوا نموذج. طب مش هيدوا اللي بيصلي واللي بيصلي؟ لا مش هتفرق خالص. مش هيدوا اللي مش هيدوا. ما دي الميزه بقى في الاقتصاد على فكره. ما تقدرش تفيق تقول لا ده اصله مسيحي مش هديله، لا ده سلفي لا خير هديله. الاقتصاد للجميع. لكن لو ممكن يا جماعه، يعني انت شايف ان الحل يا استاذ شيرين احنا نلغي ال 3000 دولار؟ ما هو موزع، ما اذا مش هتعمل ثوره اقتصاديه مش هنحل المشكله. ده يبقى حل بسيط قوي. انا هراضي ال 3000 دولار ولا يرفعوا عليا دعاوى قضائيه؟ ايه ده، انا هديها، ده انا اثبت عليهم، ده انتوا كسبتوا 13 مليار جنيه كام سنه وانا خدتش منكم ضرايب 20%. يعني اتلموا بدل ما اسجنكم عشان تهريب ضرايب. طب هروح ضرايب فهم يبطلوا. مين لو طلبت ضرايب؟ في ضرايب وغرامه وتهريب تصل ل 60%، اخد تاني بقى اللي هم خدوه. لا هم عارفين كويس قوي وعارفين. ليه ما فيش حد في الحكومه بيقول للتاني كده؟ ما ده بقى اللي انا بستعجبه. ليه ممتاز السعيد ما بيقولش وزير يعني البترول ما بيقعدوش؟ لا دعنا دعنا من وزير الماليه وله كل احترام، هو جاي مكمل نفس مدرسه يوسف بطرس غالي ومحدش يجي جنبه. بالعكس بطرس غالي عايز يرفع الدعم، انتوا كنتوا مانعينه. لا لا، ما هو قلت له التكلفه السياسيه وداخلين على الانتخابات يا بطرس، داخلين على الانتخابات يا بطرس، فكان خلاص ماشي. لا هو كان يعني هو كان شايف ان النمو ال 7% دي كان كانه وصل للناس، هو مش واخد باله. هو دكتور وظيفي مش وصل للناس خالص، كان وصل الناس هم ال 7%. صحيح. فمش موجوده، فاصلا الناس ما كانش تستحمل اللي هو كان. يعني الحل دلوقتي اعمل ايه؟ اقول لل 3000 الحل يا فندم اللي بياخدوا مني الدعم بتاع الغي ده، يعني انا مش هلغي الدعم على على البوتاجاز. لا انا هوصله بنفسي للراجل. انا اقدر بقى اخفض تدريجيا. لان المفروض ان النهارده انبوبه البوتاجاز بدل ما الحكومه تبيعها ب 3 جنيه وتبقى تكلفه الدعم بهذا الشكل، تقول لا 10 وخد يا موزع ب 10 جنيه، يبقى انا وفرت تقريبا تلت الدعم. وهلازم اوفره على سنتين ثلاثه. في اثناء هذه الفتره لازم امد الغاز الى معظم جمهوريه مصر العربيه. يبقى انا طب ما الغاز انا بديه مدعم برضه يا فندم. الغاز ده مدعم لي ب 9 مليار. الغاز ده مين اللي بياخده بقى؟ الغاز ده بياخده مواطن في البيت. لا لما في ده 1% الاستخدام المنزلي، 1% 1% سوري 2% لا في الجدول 2% والسيارات 1% فعلا بس. مين اللي بياخد الاغلبيه؟ الكهرباء. انا مثلا رايح بتخانق مع رجال الاعمال بقول لهم انا عايز اغلي عليكم الكهرباء. قبل ما اقول لهم عايز اغلي عليكم الكهرباء، انت بتاخد مصانعهم، نقصد مصانعهم يعني. انت انت بتحملني عبء بالمازوت. انت لو عملت كهرباء هتوفر 8 مليار، لو عملت غاز كله هتوفر 8 مليار. تعال بقى كلمني كام تكلفتك اللي انت مش المفروض. طب واحنا ليه جايين لا مؤاخذه في المازوت وبنشم كده ليه؟ ما فهمتش. طب طب الكهرباء ليه؟ في الكهرباء انا لحد النهارده مش قادر ادفع الصناعي والسياحي والتجاري وبتروكيماويات اسعار الكهرباء الطبيعيه، وما اجيش جنب المنزلي. مش فاهم
ليه بقى؟ لان هنا النهارده بقى لما نسمع انه تصريح للاستاذ حسن مالك وله كل احترام وانا اعرفه، لما يقول سياسات مبارك كانت كويسه بس تطبيقها كان فيه بعض العيوب، يبقى هو مقتنع ان احنا نكمل نفس المشوار. وبالتالي تقرب الاستاذ حسن مالك جنب وزير الاستثمار ووزير الماليه ورئيس الوزراء ومع رئيس الجمهوريه، يبقى هيقنعوه انه نكمل زي ما احنا. وانا بقول لهم يا جماعه مش هينفع نكمل، والله كان بودي مش هينفع نكمل، ما حدش هيسكت ان احنا نكمل بهذا الشكل. الناس عملت ثوره تطالب بعداله اجتماعيه، والعداله الاجتماعيه المطلوبه هي كفايه، خلاص مش هينفع. في هامش ربح لازم ينخفض، وعلى فكره في ناس لازم تغتني برضو، يعني يتحط في ايديها فلوس، لان ده جزء من التحفيز. انت عامل كده في الفلاحين، يزرعوا القطن تسيبهم تزلهم، برضو ما تاخدش منهم القطن، تسيبهم للتجار ياخدوهم في الاخر على اخر لحظه بابخس الاثمان. فتصدر قطن بتصدر قطن، بتروح تجيب الناس بقى، تجيب التجار كبيرك ب 500 مليون دولار، وبعدين تستورد قطن لا معنى له وبرضه خام وخيوط قطن وخلافه ب 700 مليون دولار تجيبها، وانت في الحاله دي بتموت شركه الذهب الابيض. الذهب ده طول عمرها كانت كده، بتستورد الذهب الابيض. يا اخي حقنا حقنا، مش عايزين نصدر، حقنا نلبسه. بقى ابسط حاجه يعني نعمله في عايز اطمنك في الحكايه دي كلنا لابسينه، اقصد نلبسه. ده حقنا حتى نستديس عنه. نفس الحكايه يزرع قمح. طب ايه رايك بقى ان احنا احسن دوله تدعم صادرات القمح بتاع دول العالم كلها؟ ازاي؟ احنا مصر بننتج 6.5 مليون طن وبنستورد 7.5 مليون طن. في جدول هنا للقمح؟ في لا ما فيش جدول طيب. للقمح كويس؟ الحكومة بتذل المواطنين، بتاخد منهم بس 3 مليون طن في السنة وتسيبه بالفلاحين بالفلاحين. انما تستورد 8 أو 9 مليون طن من بره. طب يا سيدي ما تدفع لكل الفلاحين اغلى سعر، احلى سعر في القمح، وتوفر عملتك الصعبة بدل ما تدفعها للاجانب اللي بره. لا طب هو عامل اللي انا محتاجه؟ يعني كمية المزروع يكفيني كاحتياج؟ انت كدولة بتدعم 9 مليار، يبقى انا اخد من الفلاحين مصر كلها قمح مصر الستة مليون طن او الستة ونص مليون طن. باخد ثلاثة بس. باخد ثلاثة بس. الستة دي بس الفلاحين يتصرفوا فيه؟ يتصرفوا فيه هنا في مصر. او يبيعوه وخلافه. يا اخي اشتري اللي بتدعمه. وبعدين اعمل ايه؟ بالعملة الصعبة استورد من بره 5 و6 و7 مليون طن قمح. لا والدكتور جود عبد الخالي برضه كان راجل طيب برضه، قالوا له بس عشان ما يحصلش هزه نجيب 2 مليون طن زياده برضه نخزنه عشان ما يحصلش مجاعه. فجبنا السنه اللي فاتت رقم كبير جدا من قمح بره. طبعا المشكله ان انا تارك الكلام ده، حتى يا ريت الدوله هي اللي تشتري. زمان مصر بقى عايز اقول لك كانت بتخش البورصه، عشان انا كنت بورصاجي زمان يعني في السلع بره. فمصر ما تخش تقول مصر حكومه مصر داخله تشتري قمح، سعر القمح ينزل في يوم، فمصر تشتري احسن قمح. جينا بقى احنا قلنا لا خلاص خلوها للقطاع الخاص، يجيبوا لك بقى القمح اللي انت تسمع عنه، مره ده قمح روسي مسرطن، ومره ده اوكراني بايظ بتاع علف، ومره ده كذا. ما ينفعش يعني قوت الشعب والسلع استراتيجيه ما ينفعش نسيبها في ايد التجار، العبوا في اي حاجه ثانيه، روح هاتوا لكم ولعات من الصين، بس ما ينفعش ان انا اديله اقول له استورد قمح واستورد لحوم، واللحوم لما بتدخل سهل قوي. هل ممكن تتهم الشيرين بالكلام ده؟ كلام اشتراكي شويه. اشتراكي في ايه؟ ان الدولة هي اللي تستورد القمح، ما تخليش القطاع الخاص هو اللي يشتغله. طيب ان انت بتدعم لا 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 ولا يهمك. انا دارس في انجلترا اصلا وشفت النظام الامريكاني. امريكا اهم حاجة عندها الفلاح. ليه؟ امريكا قائمة ان امنها القومي جزء من القوة العسكرية وقوة تقنية القوة الغذائية. امريكا تتحكم في اسعار القمح، فيبقى ازاي اعملها؟ لما حطوا السياسه بتاعتهم من قديم الازل، قال لك الفلاح الامريكاني يزرع قمح ده لازم باغنى اغنياء امريكا. الفلاح الامريكاني يقبض مننا اهم سعر. مالكش دعوه بسعر السوق، انت سعر السوق انا دايما بدعمك. اللي انت عايزه من مكانه زراعيه انا بدعمك. ليه؟ لانه دي قوه اضافيه من القوه الاقتصاديه، وانت اول ما تقول قوه اقتصاديه امتلكت القوه السياسيه والقوه العسكريه. يعني الحكومه الامريكيه بتدعم الفلاح الامريكي؟ امال يا فندم الاموال هرينا هنا ليه؟ لا طب الراسماليه، لو بقول لك الراسماليه اياك الدوله تتملك حاجه. طيب قول لي مين بيتملك السبع شركات بترول في امريكا؟ مش الحكومه الامريكيه بالاغلبيه الساحقه؟ مين اللي بيتملك شركات السلاح؟ مش الحكومه الامريكيه؟ مين اللي بيتملك شركات السلاح في فرنسا؟ مش الحكومة الفرنسية؟ هي المشكلة كانت انه انا مش ضروري ابقى كحكومة اتملك شركة بيسكو مصر. بسكويت يعني. لكن المفروض اتملك حاجات مهمة. سلاح مصر. لما احنا بعنا شركات الاسمنت وتلاقي في الموازنة بيجي لنا ايراد من قطاع البترول وخلافه ب 40 مليار جنيه في السنة، مش دول كان ممكن يبقوا 100 مليار؟
ما هي بقى قصة برة عاملة ازاي. هو سايب القطاع الخاص يشتغل بس بيدفع ضريبة ومفيش حاجة اسمها بدعم له سعر طاقة وبدعم له ومفيش الكلام ده خالص. وهو مهما كان القطاع الخاص اشتغل اشتغل بحجم معين ما يقدرش يضيف لك او يعين لك الكم اللي انت عايزه. الدولة بقى بترعى وتطبق العدالة الاجتماعية. كيف ترعاها؟ لها دخل الدولة. الدولة لها دخل من مشاريعها العملاقة اللي زي دي الجبارة اللي زي دي بالظبط. فانا بقى اتولى لما انا مش راح اقول للرجال اعمال والنبي يعمل طبقوا لي عدالة كمان. لا انا عايز حد ادنى الاجر وخلافه لكن الدولة تتبلى. هم هنا عايزين يمنعوا برضو الدولة انها تتبلى. يا سيدي يا اخوان ده مش استمرار مش كلام. استمرار مش هو كلام مبارك يعني ده كلام هو كمان هو استمرار لنفس النظام ما ينفعش يكمل. احنا لازم نغير وجهتنا كلها الاقتصادية وسياستنا. سياستنا لازم تتغير. مش هنقدر نكمل بهذا الشكل. في شعب لازم ياكل ويشرب وينام ويرتاح. بس اذا كانت الاجابة ان سياستنا لن تتغير يتبنى نفس السياسة زي ما قلت حسن مالك الضلع الاقتصادي الاهم في الاخوان هشام قنديل بيطلع يقول نفس الكلام وممتاز السعيد بنفس السياسة المالية كأننا قصاد سياسة مبارك الاقتصادية برس بربية ده. ف يعني انا المظهر انا المظهر لا يعنيني انا شايف بس ان هما برضو بحد ما لان المظهر لا يعني اي حد لا هما ما وصلت لهمش يعني ايه الثورة قامت ليه ما وصلتهمش الشعب المصري ويطالب ايه. الشعب المصري بسيط جدا هو راجل عايز ياكل بدون انفلات اسعار وعايز ياكل وعايز يروح يتعالج ببساطه جدا ويا ريت ان انت تسكنه وتستر عليه بس وياخد الاجر اللي بسيطه يقعد يحوش ويحلم عشان يصيف اسبوع بتاع. هو الشعب المصري معظمه مبسوط جدا راضي بس ما تبهدلوش بقى ما تعرهوش. هم مش هنقدر نعمله غير لما الدوله تتبلى. ولذلك انا مش شايف اي دور لرجال اعمال الفتره الجايه. نعمل ايه اذا كان انت عندك اهم رمال السيليكه بتصدر انت بتدي المحجر بايجار 2000 جنيه في السنه بتديها لشويه ناس كده طيبين بيصدروا الرمل زي ما هو ب 25 جنيه الطن جنيه مصري والتراكوا قاعدين على المينا بيسحب من الرمل ده شويه شوائق فيها معادن محترمه كويسه لسه هيروح يشغلها وياخد منك الرمل. الرمل يروح يتغسل بميكنه بسيطه جدا وتكنولوجي مش عاليه وبعدين احنا نستورد الرمل المغسول الجميل ب 10000 جنيه الطن 1200 يورو. ايه الحلاوه دي؟ طب ليه ما غسلناهوش احنا؟ ما نعرفش. ادي اخرك في رجال اعمال. لا ما نعرفش. ما نفوقش نعمل ما انت اذا كنت مصنع غسيل رمل. ما انت لما تدي راجل اعمال او يعني واحد المحجر ب 200 كيلو في 200 كيلو في محجر في سينا ب 2000 جنيه في السنه تهون عليه؟ 2000 جنيه في السنه؟ اه ده فعلا ده رقم حقيقي ولا لا؟ ده بقول لك بجد. اللي بتضحك عليا. لا 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 كل اللي انا بقوله ده يتحقق رقم بشكل حدوته شعبيه تهون يعني. عليه. طب حلو يلا الرمل ب 25 جنيه 200 كيلو في 200 كيلو ب 2000 جنيه في السنه ب 2000 جنيه في السنه محجر بقى. وفجر يا جدع وطلع الرمل ووديه. صعبين على نفسنا الدنيا. طب فين الدوله بقى؟ احنا لو انت عملنا له محجر يجي يخلص الموضوع. والفوسفات اللي انت بتطلعه خام كده وبعدين ترجع تستورد بقى 100 حاجه ثانيه من كيماويات هي مستخرجه من بترجع تدخل في صناعه ثاني. احنا ممكن نعمل. طب احنا عايزين الدوله بقى تقوم بده وعايزين نفهم رجال اعمال ان الدوله ما تقوم بده عشان برضه لا عشان تسيبهم هم في حالهم. لان انا لما اثر على الشعب الغلبان من موارد الدوله انت هتعيش في امان. ما هو انت اصلا هتفضل كده. ما هو الراجل العامل اللي بيشتغل عنده يعني هو فاكر ان هو بيديله الامله. لا هو مديله حاجه يا دوبك عايش كويس. لكن هو بقيه عيلته مش عايشه كويس وبقيه حيه مش عايش كويس. طب سيبه بقى الدوله تلعب دور. ايه بقى الفرق اللي انا بقوله ده؟ ده اللي ماشي عليه الصين. مش هم حابين الصين؟ ده اللي ماشي عليه الشعبيه الاشتراكيه. ماشي عليه برازيل. لا مش بس ماشي الشعبيه الاشتراكيه. ماشي عليها روسيا. ماشي عليها فيها نفس شعبيه اشتراكيه. ايه اللي بتقوله ده كان هو البرنامج الرئاسي لحمدين وده لسه وجهتنا كتيار شعبي بنقول ايه؟ الطريق الثالث. هو الطريق الثالث هو ما تسمى بالانجليزي والامريكاني ستيت كابيتاليزم. بس امريكا ما تحبش تسمعه. كلمه ستيت الراسماليه الدوله. جنب راسماليه القطاع الخاص. بس في دور حيوي شرق يعني انا المفروض قناه السويس دي انا اوسعها كدوله. المفروض كل المواد الخام احنا اللي نوسعها. طب ليه؟ انت عارف محجر الاسمنت اللي هم عايشين بيه واحنا بعنا شركات الاسمنت في الشركات الاجنبيه تمتلك 40 مليون طن اضرب في ربح 200 جنيه كان المفروض ال 8 مليار دول يبقوا ملك الدوله. استعجلت انا بعت الاسمنت على اساس اذا كنت انا المستهلك نفسي انا كانا كدوله وجمهور. عارف ايجار المحجر بحاله في السنه بكام؟ ب 10000 جنيه. الاسمنت؟ المحجر اللي بيفجر منه ويجيب قد ايه؟ وبعدين جه رشيد قال لهم لا ما يصحش كده. طيب انا هاخد منكم شويه حاجات اضافيه. طلعت جبنا حوالي 500 600 مليون جنيه منهم اللي هي بياخد 5 جنيه على الطن اللي بيطلع. لا ده انا المفروض اخد نسبه. ده انا بديله من ثروات مصر
وتبعدين تسمع وزير الاسكان برضو جاي يقول لك هنطرح شركه، هنطرح اراضي ونجيب اراضي. يا جدع انت استنى، احنا مش عايزين نطرح اراضي لحد ما نفهم احنا عايزين نعمل ايه. ففي ناس عايزه تسكن وفي ناس الاراضي دي، في احنا ما نعرفش ايه اللي تحت الارض لحد النهارده حقيقه، احنا ما نعرفش ايه اللي تحت الارض، وقد نفاجئ بكميات كثيره فينا مليانه ما لا ممكن تتخيل. بس احنا نفاجئ ندفن فيه ما يعني يا ريت برضه ما احنا هنموت فيها برضه ولكن هنموت فيها فعلا. بس انا عايز اسالك بقى حاجه، وعايز اقول للجمهور بصراحه، انا اسف.